جنبك جنبك بس ثانية جنبك وقف شوي جنبك ممكن توقف؟ واي دي واي 246 جنبك لو سمحت فيك توقف؟ ليش هيك سويت؟ لأنه هالرجال ما بصير يقرب أو يلمسك ما بصير يزعجك بس ما صار أي مشكلة كنا عم نحكي بموضوع العطور وأنت ما وقعت على الاتفاق مع فابري لهلأ عادي ما بيهمني الاتفاق أنت عندي أهم أنت والموظفين أهم من الاتفاق كله يعني كلكم مهمين والله جد؟ لكن ليش جوا سحبتني؟ ما كان في داعي تدافع عني أبداً على فكرة أنا بقدر دافع عن حالي وأصلاً ما صار شي غلط وإذا حتدافع عن كل موظفينك بهالشكل ما رح تقدر تجيب شغل للوكالة إذا كل مرة بتحط زبونك بموقف بشع بيسحب الشغل خلينا نفوت يلا بدنا نروح ما رح نفوت طيب رح أروح أساساً الحفلات المخملية ما بحبها شكراً أهلا وسهلا لوين حنروح؟ لازم نروح هلأ على الاستوديو مشان نحمض الصور الصور تبعي؟ ايه صح الصور تبعك بس شو رأيك قبل ناكل؟ ايه والله يا ريت يعني ما بعرف ليش بتنخزني معدتي كل ما أكون معك السبب طبيعي ولا نفسي؟ ليكي اللي عم يصير معك مو من الجوع بس فهمت عليكي شو قلت؟ شو رأيك بأطيب لحمة مطبوخة على الحطب؟ بتكون طيبة إذا هيك أوكي بدي طبعاً إذا أنت جوعان مثلي يعني لما القصة تتعلق باللحمة ما عاد اشبع أبداً تمام شو بدك دارين؟ شو بدك؟ آخ وهي أختي شو بده؟ ما عم صدق هو ما عم يرد علي معقول لأنه كلنا عم نتصل بنفس الوقت عم يطلع الخط مشغول؟ ليكي شو رأيك نطفي موبايلاتنا؟ ما بصير نروح اللحمة علينا هيك بناكل بلا ما يكون حدا عم يزعجنا شو؟ منطفيهم عادي تمام طفيته ايه وأنا كمان لحظة شو مشان خطيبك اللي لحد هلأ ما حدا فينا تعرف عليه؟ بركي زعل وصارت مشكلة خطيبك المجهول يعني أنت فيك تعتبر الصداقة هي أساسها الخطبة فيك تقول أنه هي كانت خطبة صداقة خطبة صداقة؟ أنه فيها ثقة بيناتنا أوكي ظريفة هالخطبة بس بدي أفهم شو عم تعمل موظفة أقل من عادية مثل ريهام أنا ما قصدي ضايقكم بس هي الحقيقة شو عم تعمل مع جان؟ فهميني لشو عم تخطط إختك ليلى؟ يعني دارين خانم لشو هالحكي هاد؟ كلكم شفتوا كيف جان بيك مسكها من إيدها وأخذها ريهام شو دخلها بالسيرة؟ رح حاول كمان تعرفوا أنا شو اللي متوقعه؟ ريهام غلطت لها بشي كلمة بالحفلة قام إجا جان بيك مسكها من إيدها وطالع على برا منشان ما يحرجها قدام العالم وهلأ بتكون وقفت لها بشي قرني على الزاوية بشي مكان عم تبكي مسك لها إيدها يا جيجي مسك لها إيدها يعني منظرهم بيوحي لك إنه قلعها عم نحكي عن جان بيك لوريس ما حدا بيفهم تصرفاته أنا رح جن بدي أعرف شو اللي صار لسه ما وقعنا على العقد لهلأ معقول يتخلى عن هيك شركة ضخمة شو صار له جان؟ اتصلي لوريس اتصلي فيه بسرعة دارين خانم يمكن وصلها على البيت رح أتأكد وخبرك تفضلوا أهلا وسهلا بالإذن دارين هانم فيني سألك؟ جان بيك لوين راح؟ لسه ما وكان اتفاق؟ بيكون راح لأنه في شغل ضروري أكيد بس ما بعرف لوين راح بصراحة يعني شو هذا الشغل اللي أهم من اتفاقنا اليوم؟ لو سمحت هدي حالك كنت واقف عم بيكي ماريا مانم وإجا ودقري مشي هاتني بموقف كتير بشع شو بدي إلكن؟ هو زعجني إذا هيك ماشي ما تواخذنا سيد فابري صار في سوء تفاهم مو أكتر من هيك حتى أنا ما بعرف شو صار بس أكيد أخي عنده مبررات لحضرتك شو هو سوء هالتفاهم أمير بيك؟ ما صار أي مشكلة هالشي واضح هو عنده مشكلة لحتى مشي بهالطريقة ميرا هانم رأى لك شو رح نساوي مشان الاتفاق
خلينا نوكل مع إيلين هانوم هيك أضمن ماشي؟ أنا بستأذن هلا. خلص خلينا نمشي. جان عمل عملته ومشي. هلا إيلين رح تاخذ الحملة معقول؟ طيب بكره أول ما أوصل على الشغل رح قلها على هي ريهام. إيه خلصنا بقى، عن جد هيك زيادة. شو مشكلتكم مع هالبنت لحتى كل حدا فيكم بده يقلعها من الشغل؟ ما معي حق؟ أنا رح حل الموضوع، أنا رح حاكي. جيجي استنى وقف. هو بصراحة بتعرف؟ أنا وجان بيك اشتغلنا سنين طويلة مع بعض من قبل وكان دائما يتصرف بهالطريقة. فهمت عليك، اللي قمله ما كان منيح، مزعج. تفضلوا. مرحبا. جيجي لو سمحت، نحن عم نحكي بموضوع ضروري. بعرف، ولو جان بيك كان هون كانوا حكوا مع بعضهم بموضوع ضروري، بس مو هون. ليش؟ لأنه عنده سبب. خلينا نمشي. بس ثانية، في شيء لازم ينقال. هو وريهام بيحبوا بعض. سكوزا؟ كوسا؟ ماشي. هن الاثنين، ريهام خانهم وجان بيك بيحبوا بعض. في شوية مشاكل هالكم يوم، ولما رحت حضرتك حكيت مع ريهام خانهم، جان بيك كتير انزعج. فهمت علي؟ هن الاثنين بيناتهم حب ما بينوصف، عايشين قصة حب. أنا بصراحة هالحب ما شفت مثله. أكيد أنت فهمت شو قصدي. أموري أموري. صح، ما بتتخيل هالحب قديشه كبير. ماشي، بس ما له مبرر، ما هيك فابري بيك؟ ثانية بس آلين هانوم، معناتها جان بيك فهماني غلط. يا الله، رح تصير مشاكل بيناتهم بسببي، أنا عن جد ما كان قصدي. يعني يا فابري بيك، أنت بتقبل بالشي اللي صار؟ معلش، أنت وياها صرتوا ترقصوا، وقلت لها بارفانك كتير حلو وريحتك بتجنن، طبيعي يغار منك ويمشي، وكان هلا معك لو ما عملت هيك. طيب معناها قول لجان بيك اعتذاري كبير أول ما يتصل فيك، تمام؟ أنا بس حكيت بحديث عادي مع ريامانو وشفتوني كلياتكم معي. إيه إيه إيه. طبعاً طبعاً، اللي صار سوء تفاهم ومجرد غيرة من شان حبيبته. وأكيد يا فابري بيك ما رح تلغي الاتفاق اللي بيناتنا من شان هالقصة هي، اعتبر إنه اتفقنا. إيه أكيد. رح نكمل شغل. ما هيك؟ طيب. شغلنا رح يستمر فابري بيك. طبعاً. جيجي بيك خلص خلص. إيه تمام، بس اترك لي إيدي. فابري بيك خلصنا شباب. جيجي بيك طيب. جيجي بيك ممكن تترك لي إيدي. لك اتركها، ما عم تفهم شو صار لك. جيجي الشغل مع فابري بيك ما بيرتبط بالعلاقات الشخصية، صح كلامي؟ حياتي أنت آخر وحدة بيطلع لتحكي عن العلاقات الشخصية. طيب مشان ما نضيق وقت أكتر، خلص رح يكون قراري إنه الهملة رجعت لكم أنتو، وبكره الصبح بحكي مع جان بيك. ماشي؟ اكيد تمام. طيب وانا؟ آلين هانوم، حضرتك موجوده وعذبتك كثير معي، انا بعتذر. من الاساس تم اختيارك لتاكدي اعمالنا الرقميه، نحن اتفقنا مزبوط؟ هي اجت سيارتنا، وبالمناسبه نحن بدنا ننظم مكيم تحفيزي لكل الوكالات اللي بيشتغلوا معنا وحابين تجوا. نحن بنعشق المخيمات. منحبها كثير. ممتاز. المكيم مشان الكل يعرفوا كيف لازم يتعاملوا مع بعض، يعني تعرفوا بعض أكثر، وكمان منصير أقرب. منصير أقرب لبعض. إيه صح، أنا كثير شوبت. خلينا نروح. فضل. يلا عن إذنكم. الله معكم. مع السلامة. بتمنى تكوني انبسطتي بالحفلة آلين. لكي ما أحلاكي، أخذتي الشغل الرقمي الصغير بس لابق لحجمك. ها بالمخيم بشوفك. دارين انتبهي على حالك. وانتي ديري بالك. باي آلين خانو. عن جد كتير حلوة السيارة. والله إنك فاجأتني يا موزو. يا جيهان، هاي شغلات دنيوية، المصاري، السيارات، الأملاك، الشهرة، هاي الميزات كلها ما بتمثلني. بصراحة طبعي ما بيشبه الشيء اللي بتعرفوه عني. لك في واحد جوات مظفر، قاسي، خشن، جبار، بحصل على الشيء اللي بدي اياه وقت اضطر. اكيد، بس ما حدا بيعرف لا من سكان الحارة ولا ريهام حتى. يا ريت لو في حدا يخبرها. يا ريت. ليش مالك مصدقتيني؟ كل واحد فينا عنده شيء خاص فيه، وانا اعترفت لك هلا. هذا الحرامي إحسان. فرصة لأظهر مين أنا. رح روح واضربه وكسر له راسه للحرامي. لك وقف شو هالجنان هاد، شو تروح تضربه؟ طول بالك، ما بتعرفه خطير وكمان مأذي؟ ليش حتى تتورط؟ اسمعي جيهان، الخطير لقبي أنا، الخطير مظفر كايا. عدي هون. شو؟ يلا عدي. تفرجي هلا، القسوة الحقيقية، انتبهي. إن شاء الله ما يقبرك. عن جد أهبة. الله يعطيك العافية أخي إحسان. أوه العصفور، أهلين وسهلين. لك والله معلين ومتضايقين، شو رأيك تغرد لنا؟ ليه هيك عم تحكي معي؟ بتقلي عصفور شو هالمصطلح؟ أنا مثلي مثلك، لو أضخم مني.
انسى، مو جاي احكي بهالموضوع. ليك البقالية لعمي نهاد مو لإلك، اجيناك بالمنيحة وما كنت ترد علينا وترجعها. اها بس هلا بدك تفضي البقالية وتطلع منها فورا. يعني إذا كنت حضرتك موافق. كأنه أويان قلبك؟ ها؟ عم تعمل حركات وتصرخ ومدري شو؟ ومو طالع من البقالية، شو رأيك؟ في عندك اعتراض؟ لا، ما عندي اعتراض شخصي على وجودك، بس أهل الحارة مستغربين، يعني لا تنسى هن متعودين يشتروا أغراضهم من عند عمي نهاد مو منك، وإذا ما حدا اشترى أنا بخاف عليك تخسر أخي. الحركات حفظتها، لا تنطلي مثل السنافر، لا تتدخل أبداً، يلا انقلح، انقلح من قدام المحل، يلا تحرك. ماشي، يعطيك العافية موفق. الله يعافيك. شو هالناس؟ شو صار؟ ما سمعت شو حكيته؟ والله رحت وخانقته وتلبك لدرجة ما فهمت شو كان قاعد عم يحكي معي أصلاً، بس شكله رح يطلع خلال يومين ثلاثة. عفكرة سمعت شو صار يا سنفور. يا الله منك يا موزو. لوين إجينا؟ هذا الكوخ تبعي، هون بحمد الصور بعيد عن زحمة المدينة. يعني وقت قلت لحم على الحطب قصدت من إيدك أنت؟ إيه طبعاً، وإذا ما عجبتك الفكرة فينا نروح على مطعم عادي. شو عم تقول؟ المكان بجنة. طيب حفوت غير ثيابي وبعطيك شي تلبسي مشان ترتاحي. أوكي. تفضلي فوتي. واو، شو حلو هالكوخ، عن جد بجنن. أنا صممت المكان وعملته ورشة، أحياناً لما بدي استرخي وريح راسي بيجي لهون وبسكر موبايلي، كتير بحس بالراحة هون. محظوظ كتير أنت. وكمان اخترعت هالآلية، بسكر هدول كلهم بصير في عتمة وبقدر حمد الصور على رواق. فيني وقف واتفرج عليك وقت تحمد الصور؟ أكيد فيكي، بس اليوم ما بقدر لأنه بدي حمد صور الحملة تبع الجمعية وممنوع أنت تشوفيهم. إيه بس هالصور صوري وعن جد صار عندي فضول. هي القصة شغلة مبدأ، يعني ما بحب حدا يشوف الصور لحتى تروح على المطبعة. تمام. طيب أنا رح أخذ ثياب لألبسها وأنت شوفي الموجود ونقي شي يناسبك. إيه؟ أنا طالع لبرا، خدي راحتك. إيه طيب. حلوين عليكي لابين لك. بدي روح جهز الحطب. طيب ماشي. هونيك في أرض صغيرة بيعتني فيها دائماً لعم رفعت، زارع فيها خيار وبندورة وخضرة، رح أقطف منها وأعمل سلطة. لا أنا بجيب الخضرة وبعملها. اتفقنا، السلطة عليكي وعلي اللحمة. اتفقنا. ليكي جوا في سلة قش. أوكي. معقول الشي اللي صار؟ قال سلموني الأعمال الرقمية، مثل اللي بيضحك على ولد صغير وبيعطيه بونبون ليسكت. بس وحياتك لهد المخيم التحفيزي على راس دارين. قالين تعدي شوي؟ عادي؟ كانت الحملة إلي، بس لو ما جيجي تدخل. جيجي. شو في شي بيضحك؟ لما بينذكر اسم جيجي قدامي بضحك ما بقدر. طيب احكي لي من الأول، كانوا عم يعطوك الشغل، إجا جيجي لعنكم أخذ الشغل. أمير لا تضحك، عن جد أنت غليظ اليوم. لك اضحكي شو فيها؟ خلاص، شو نبكي يعني؟ لازم تروقي. ما فيني روق لما يكون بدي شي وما أخده، وهلأ عم أتخيل حالي ماسكة شوارب جيجي وعم نتفله إياهن، وكمان ماسكة شعرات دارين وعم انتفهن، ساعتها بروق. بالمناسبة ريهام وجان بيحبوا بعض. برافو والله، عرفت تختار جاسوسي. من كل عقلك صدقتي؟ جان وريهام؟ يعني ريهام مجرد موظفة بالشركة. عادي كتير حلوة البنت، بيروق معه وبيتسلى. ألين؟
في بولين، واصلا كلياتنا بنعرفه لجان ما بيحب العلاقات العابره، وريهام بنت مثل الملاك وكتير نقيه. ملاك طلعت لكان ملاك صافيه وموثوقه وحلوه. امير انت غيرانه كانه ما لما تغاري بتطلع نار هيك من جوا عيونك وبعدين بترميني جواتهم. قلت لي في مفاجأة، شو الموضوع؟ ايه مزبوط في مفاجأة، بس اسمها مفاجأة ما بتنقال. إذا انقالت ما بضل مفاجأة. ايه لا تطول. طيب ماشي. وهيبة أعطيني مفك البراغي. مو هذا وهيبة، أعطيني المصالب. إيه يسلموا إيديكي وهيبة. المفتاح الإنجليزي. لا وهيبة، هذا مفتاح الأنابيب ما بتعرفيه؟ هداك الصغير ولونه أحمر. إيه هذا هو. تمام مي وهيبة. وشو دخلني بالمي؟ ما أنت عم تشتغل وتصلح نهاد لحتى تجيب المي، أنا شو لي علاقة منين بجيبها؟ وهيبة عم بطلب منك مية تشرب، عطشت متت. طلع من تحت نهاد، طلع من تحت أحسن ما يجن جناني. خلصنا بقى، ما رح يزبط، ما فيك تصلحه، من نادي تبع الصحية بيصلح لنا إياه. وهيبة، ما قلت لك ما حدا بيفوت بيصلح بالبيت طول ما أنا موجود؟ مش الحال، انحلت القصة. جربيها. معقول المي مقطوعة؟ إذا كانت المي مقطوعة فالمشكلة كبيرة. رح آخذ الشاكوش وأكسر الحيط. أصحك تعملها، أصحك تاخذ الشاكوش وتمد إيدك. لو سمحت لا بقى تدخل أبدا. أول شي جنينة وهلا الأنابيب. ليك أنا بلش يطق عقلي، ها بلش الجن ما عاد فيني يتحمل. ليك نهاد، أول شغلة رح أعملها رح أروح على البقالية وأمسك إحسان الحرامي وحطه على الأرض وضل انشر فيه وقطعه قطعه وما خلي فيه ولا شقفة عالتاني لحتى ترجع لنا البقالية. رح أكون أحسن. طولي بالك وهيبة، ليكي صوتك رجع مبح وعيونك انحولوا، بخاف منه لهالمنظر. خلص حبيبي لا تخاف، مستحيل أذيك، بس هاد إحسان الواطي لازم روح لعنده ونخلص منه. طيب طيب وهيبة اهدي. خلص ما رح أخذ الشاكوش، روقي هدي أعصابك، هاتي من إيدك. آخ يا ربي حينفجر راسي. تمام صبرني. مشي الحال وهيبة، خلصت إن شاء الله. بس في عزقتين بدي انزل شدون. يا ربي. وهيبة هاتي مفك البراغي بالله. Thank you.
وين متعلم الرقص؟ هواي. هواي مفاجآتك ما بيخلصوا، عم تفاجئيني على طول. اخ ريهام اخ، بس يوم بس يوم مرقي بلا فضيحة، شو صعب الموضوع؟ يا الله طلعني من هالمسلسل الوردي بأسرع وقت، ساعدني أخلص منه. أمي ريهام رجعت على البيت؟ ليش ما كانت معك؟ بلا كانت معي، وبعدين راحوا هي وجيهان يتمشوا شوي على البحر، بس قلت يمكن رجعت على البيت. ما تقولي إلا وصلت. وبجوز تضل مع جيهان وما تجي. ليش لتضل مع جيهان الزفت طول الوقت؟ ليك على هالحكي كلهم خطوتين، خليها تجي. انسي هلا، شوفي ليش هيك منكوش المطبخ؟ وبابا وين مختفي؟ شوفي ابوكي وينه، عم يأسس مستقبله. بده يصير معلم صحية وعم يتدرب فينا. يا الله دخيلك. بابا مرحبا، كيفك؟ شو عم تعمل عندها؟ أهلا وسهلا حبيبتي. أهلين فيك. عم جرب صلح الحنفية، ما ضل غير شد البراغي وبيمشي الحال. دليل اسمك يا ربي. وهي عبت البيت، يلا أكتر. أوه وعبتني كمان. أوه لسه خليها شوي تاني، خليها شوفي خلي البيت كله يتعبى مي. أيوة كبين 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 كبين. لا هي امي جنت على الاخر، هذا اللي ناقص. بابا حاول توقف المي. يلا اوه يلا يا الله شو بكون ما حدا عم يرد علي. لا اكيد امي جنت وعن جد رح نخسرها. بابا شو صار معك؟ عبيت المطبخ مي. مش الحال يلا. لك امي طرش لهون لسه يلا انت بس هون بنظف. يلا هالريحة بتاخد العقل والله. خمس دقايق وبيجهز الأكل. بس نسيت أسألك، شو بتشربي مع اللحمة؟ ولا شي، أنا ما بشرب شي جنبها، المشروب كله بيضايقني كتير، بصير خبص وأحكي كلام فاضي. لا ما بدي. من شو خايفة أحكي؟ تفضلي. شكرا كثير. كيف؟ مو معقول بتاخد العقل، يسلموا ايديك. يعني انا بالعاده لما بدوق اللحمه وبتكون طيبه بقول كلمه بس ما راح اقولها هلا. قوليها، صار عندي فضول، يعني لازم اعرفها، صعب؟ لما تكون اللحمه طيبه حابب اقول لك؟ ايه قولي. بيبيشكو بقول. بيبيشكو؟ يعني إذا اللحمة بتكون طيبة بيكون وصفة عندي بيبيشكو، هالشي من طفولتي. وليش ما بعرف؟ والله ما يشوفك عثمان عم تشوي بهالطريقة ليغار منك. عثمان مين؟ بيشتغل بحارتنا لحام، بيشوي اللحمة بطريقة طيبة وكل أكلاته بتاخد العقل. هو أخوها لجيهان اللي تعرفت عليها. كبرت معهم بالحارة وربيت ببيتهم من عمر الخمس سنين، كنت ضل عندهم لأنه أنا وجيهان كتير منحب المشاكل.
بهداك اليوم ضحكنا ضحك مو طبيعي. أنا رح أقوم حمد الصور وبعدين بوصلك على البيت، أوكي؟ حلوة الفكرة، بس فيني فوت شوف الصور معه؟ مستحيل، وقلت لك من قبل إنه ما بصير حدا يشوفهم قبل الطباعة. شو حلوة هالفكرة. ريهام اخ الله يلعنك شو غبية. يلا بقى عطي باص لك. يلا لا ليك عثمان. اه مو عندي موقع على النت اسمه جيهانجا نقطه كوم. ايه عم يطلبوا مني حط صوره للبروفايل. حابه حط صوره على وشك، شو رايك؟ لانه انت جذاب وحلو كتير. جذاب؟ ايه ليش ما بتعرف؟ ايه روحي شوفي الباب. أنا مشغولة، أنت افتح. لك قومي أنا عم تابع المباراة. جيهان بلحظة ها قدرت تدمر جاذبيتك اللي كنت عم أحكي عنها قبل شوي. جيهان ريهام عندك؟ آه أهلا وسهلا. أهلا عثمان. والله بردت كأنه انخفضت حرارة البيت كتير لما إجت ملكة الجليد لعنا. جيهان خليكي جدية مرة واحدة لو سمحتي. ريهام لسه ما رجعت على البيت، حاكتك شي؟ رح شوف. شوفي بسرعة. لا مو متصلة، شوفي لشوين هي. ما بعرف وين ممكن تكون، ما بعرف، بس من وصلتها على البيت بتشوف والله العلقة من رجليها بالسقف، ورح أمسك شعرها بإيدي ونتف فيه لحتى ما يضل ولا شعرها. ها ما قلت لك هبلة؟ بما أنه عندك طرق هالتعذيب طبيعي تهرب منك وما تجي لهون مشان ما تلاقيها. لحظة بس روق شوي، بجوز تكون لهلأ بالشغل. بدك روح شوفها إذا هنيك. لا تروح عثمان، لأنه أختي أساساً ما كانت بالشغل، طلعت مع جان بيك ولهلأ ما عرفت شي عنا وموبايلها مسكر وما عرفت شو بدي أقول لأبي وأمي وقت سألوني، ولك مت من الخوف لهيك كذبت وقلت لهم إنها معكم. تمام؟ بس لحظة، أول مرة بعمرك بتغطي على أختك كأنه؟ إيه مزبوط، بس أكيد مو كرمالة، بابا بينجلط قلبه مو متحمل هيك قصص أبدا. المهم أنا هلأ رايحة على البيت، إذا اتصلت فيكن بتخبروني فورا ماشي؟ تصبحوا على خير. لوين طيب قعدي؟ ما فيني لازم روح فورا. لوين طيب قعدي؟ لوين طيب قعدي؟ البنت قلقانة كيف بدك ياها تقعد؟ أنت ما بتعرف تزبط أمورك بغير ظروف؟ مو طبيعي. جيهان خلص ولا حرف، تمام؟ هس. لك شبك افتح الباب أنا برا. مش الحال، خلصت الصور وصار فيني وصلك على البيت. يلا. لا أنا لسه ما خلص شغلي معك. اسمع هاي اسمع. ناي 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 ناي. الملك السيء تعال. يلا تعال. ومين قصدك أنا؟ ايه تعال. مديون إلي برقصة من وقت الحفلة. ايه مزبوط، ما رقصنا وقتها. مزبوط، فكرتك نسيتي. لا انتبهي. انت منيحة ريهام؟ Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. ريهام انتي مو حاسة انه نحن لازم نحكي بقى؟ تعرفي شو؟ الباتروس اللي عم تدوري عليه هو انا.
sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Riham, dir balek. Gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl صباح الخير. صباح الخير. شكرا كثير. لك امي جامبيك، امي رح تموتني. انا كيف نمت هون؟ ماني متذكره. شفت أمور كتير غريبة وأنا نايمة، سمعت حالي عم قول الملك السيء. أنت سمعتني ما؟ وقلت تعال هون. ماني متذكرة إذا هالأمور صارت عن جد ولا بس بمنامي. مو منام، شو صارت عن جد؟ مزبوط لك. أيوة رقص فقس ضمات ومن هالقصص. ممتاز، شكرا كثير لك. طيب يلا بدلي ثيابك وانا عم بستناكي هون. تمام. سكر لك الباب؟ ايه لو سمحت. يلا تفضلي. شكرا كثير. انتبهي اصحي علاء. يسلموا. رح اقفل الباب واجي. ماشي. الو جان بيك، صباح الخير. معك مساعدة المحامي الاستاذ مجد، طلبت منه معلومات بتخص بقالية الثعلب. ايه بين معه شيء؟ اشتراها واحد محتال من كم يوم اسمه احسان وبسعر رخيص كثير. اشتراها ب 40,000 بس. اصحابها رجعوا له المبلغ وما قبل يرجع لهم اياها. فات على السجن وطلع أكثر من مرة بقضايا نصب واحتيال، يعني ملفه وسخ كتير. آخر مرة طلع بكفالة مشروطة. امبارح ما لقيت فرصة لحتى اقول لك، الفستان لابق لك. ما بعرف شلون طلع من مقاسي، ما كان في غيره بالشاحنة واجا معه كندرتين زبطوا على رجلي. أنا أعطيتهم المقاس. كيف يعني؟ الطول 170، الوزن 55، الرجل 37، مزبوط؟ مزبوط. شكرا كثير جامبي على العشاء الطيب وعلى كل شيء. وانا بشكرك. شوفك بالمكتب بعد شوي. رح انزل ساعدك.
شكرا كثير. يسلم. شبك روح عمي تيسر. ولا هالشربة من عندك. جيتي ريهام؟ ريهام مت من الخوف عليك يا بنت. وين كنتي؟ لك ما خليت لا مشفى ولا مغفر وما اتصلت فيه. جان بيك مسكك واخذك وموبايلك تسكر وما عاد عرفت شي. فكرت بكل شي بشع بالدنيا. لك ما غمضت عيني ولا لحظة. أنا آسفة والله بعتذر. بلا ما يسمعوكي أمك وأبوكي. أنا قلت لهم أنك نايمة عند جيهان ولهيك لازم تنتبهي. لتحميني كذبتي عليهم؟ لا، انجبرت اكذب مشان ابوكي ما يروح فيها ومشان امك ما تقلق عليكي. سامحيني والله مو قصدي. مستحيل اني سامحك ريهام. طلعتي من الحفله ماسكه ايد جان بيك وجاي هلا تعتذري؟ لا لا، انا ما مسكتها، هو اللي مسك ايدي وسحبني لبرا. قعدي هون وخبريني كل شيء بالتفصيل. يلا احكي لي ادق التفاصيل. اوكي طيب بخبرك، بس بتوعديني ما تعصبي. تمام تمام وعديني. ما بوعدك بس احكي احكي. ايه طيب. اسمعي، جان بيك عنده كوخ خشب بالغابة. هو بيروح لهنيك لما بده يطبع صور الشغل. هو أخذني لهنيك وشعل النار، الحطب يعني، شوينا لحمة وأكلنا وحكينا وبعدين أخذني النوم. وهذا اللي صار. قولي والله. والله هيك ريهام، بس ما تكوني وقعتي بحبه لهالشب. ليش لأوقع بحبه؟ هو شب عادي. لا مانو شاب عادي، وانتي بتعرفي هالشي. هو مشهور كتير، شاب غني وناجح وحلو وجذاب. يعني شو بده من بنت مثلك؟ اوعك تحلمي هالأحلام، مفهوم؟ ما بحلم. لا، وجان بيك كمان مستحيل، ما بطيقه. ايه مستحيل. مو معقول تكوني هالقد مجنونة. أصلاً هيك نوع من الشباب بيكون عنده بكل بلد. حبيبي لازم تعرفي هالمعلومة، كل شاب غني وحلو وإله عضلات بيكون هيك. شو بده بنت مثلك؟ هالقصص ما بتصير إلا بالمسلسلات. صدقيني مستحيل تصير معنا. لهيك حطيلي عقلك براسك وركزي منيح. تمام؟ ركزي بشغلك وبس. ما بدي فضايح أكتر من هيك. عم تفهمي؟ لا ما فهمت، عيديلي يلا. أوف يلا جهزي حالك بلا ما نتأخر على الشغل. إذا قلنا 20 بنضربهم بـ30 بيطلعوا 80. لا مو هيك. طيب 20 بنضربهم بـ30 بيطلعوا 70. ما طلعوا 70 كمان، قديش بيطلعوا لكان؟ أهلا وسهلا، بشو بخدمك؟ بدي أحكي معك بقصة. خير إن شاء الله. أنت مين وشو بدك مني؟ في مشاكل بينك وبين كتير ناس وعم تقول هذا أي واحد؟ ما شغلتك صعبة والله. خاطب ما هيك؟ كيف لاحظت هالشي؟ بالعادة ما بنتبه على القصص هاي، بس هالفترة صاير عم بهتم بشغلة الخواتم. زلمة ديبو ما؟ لا لا أكيد أنت من رجال حسن. لا والله ما حذرت، أنا ماني زلمة حدا. حلو هالمحل، اشتريته من أصحابه بـ40,000 بس، ولما طلبوا يرجعوه باليوم الثاني بدون خجل طلبت منهم 100,000. مزبوط كلامي؟ ايه. شو مشكلتك؟ هي اسمها تجارة إذا ما بتعرف. بيوم واحد 60,000. تعرف إنه حتى المرابي ما بيعملها وأنت أضرب من المرابي. شو ما كنت تكون، شو دخلك أنت؟ رح تتحاسب على هالشي، سجن 5 سنين على الأقل. وطبعاً أنت فايت بتهمة النصب والاحتيال على السجن كتير. القاضي ما حيصدقك شو ما حكيت. ليك طلع فيني ولك لا تفكرني درويش وعلى البركة. وقت الجد في عندي زلمة بتاكل راس الحية. وعم تعترف إنكم عصابة كمان. برافو برافو برافو، عم تشتغل بالربا وعامل عصابة. هي لحالة فيها 3-4 سنين. حسبهم لقلك حسبهم، رح تلاقي إنك حتقعد فوق 15 سنة بالسجن. هذا غير الكفالة المشروطة. خطيبتك رح تمل على هالحالة، يعني ما بظن إنه في وحدة بتنطر سنين طويلة كرمالك. شو عرفك اني طلعت بكفالة مشروطة؟ لك صدقني انا لسه بعرف عنك شغلات كتير يا احسان. كل قصص الاحتيال
انت بتعرف كتير منيح انه القضاء ما بيسمح لك تفتح محل، لهيك ببساطة طالعك من هالمحل، عم تفهم؟ افهمت مبين، وشك لحاله عم يحكي. خد المفاتيح ورجعهم لأصحابهم، وخد الأربعين ألف مشان ما اجي ازعجك مرة تانية، اتفقنا؟ منيح منيح بالإذن. مساك اعطي هاي لبنتهم الصغيرة، بتكون لهلا ما فطرت. لك بس قلي مين بتكون انت يعني؟ عمل مثل ما قلت لك، لا تكتر اسئلة. لك ريهام يلا ما خلصتي لبس، هلا منتأخر على الشغل. امي خاطركم ادعوا لنا. ليكني اجيت شبكي. ريهام وينك امبارح؟ ليش ما رجعتي؟ الجيهان ما خلتني ارجع. اها مكياج ماني مصدقه. مو مكياج بس شوي. لا مو شوي مكياج كامل. ورجيني لشوف ريهام شو لابق لك. عن جد حلو كتير، بس اوعك تضلي عم ترمشي بعيونك. انت عم ترمشي لانك مو متعوده على المسكره، بس روقي لتنشف. بس خايفه بعدين رموشي اللي فوق يلزقوا باللي تحت عيوني ما عاد ينفتحوا. بينفتحوا بينفتحوا. والله ماني مصدقه انه ريهام تمكجت ابدا. افتحي. شوفي شو جابك لعنا على البيت. روقي شوي شبك، مو بتكون المحل، روحي خدي. طلع فيني ولا اذا جاي تتمسخر نحن مو فاضيين لمسخرتك، روح من وشي قبل ما تندم. شوفي وهيبه مع مين عم تحكوا؟ شو بدك؟ ها اخي نهاد تفضل، هي مفتاح المحل. انا مو شغلتي هالشغله، ما بتزبط معي ضل مربوط مشان علكه وبسكوته، بخاف ابتلي بشي زبون بعدين. انا مشكلتي ما عندي صبر بالمره، وراح اعطيكم المحل بالمصاري اللي دفعتوهم، مو مشكله، واذا بتحب اعطيني اياهم على دفعات معلش، المهم انت تكون متفضي، خذ راحتك على الاخر، تمام؟ في شيء ثاني، بتمنى شي مره تعزمني على فنجان قهوه لحتى نقعد ندردش انا وياك مثل الرفقه. ايه ما بيقعد جوزي مع امثالك. يلا انصرف من قدامي، يلا انصرف يلا. طيب ماشي تمام، يلا بالاذن. يا عيني يلا. انا مو مصدقه. بتعرفوا شو يا جماعه، بتوقع احسان في حدا مخوفه. يا ترى من مين هو خايف؟ لانه ادبه مو طبيعي. مني انا مستخفه بابوكي يا بنت؟ مني طبعا، القصة واضحة مثل الشمس. هو بده نعزمه على قهوة مشان يتقرب مني ويرافقني. ما عاد يحلم يفوت على الحارة بحياته. مستحيل. ليكون مو عاجبك أبوكي يا بنت؟ أنت كان لازم تشوفيني أنا وشب قد اللوحة قد قدي طول بعرضه لما كنت فوت على الحارة. الله يلعنك رعبتني. تذكرت بآخر لحظة، هاي الشوكولا إلك. إيه إلك. اجت بوقتها، كنت جوعانة كتير. صحة معناته، يلا بستأذن، نفدت بجلدي. يلا سلام. يلا انصرف. يلا خلينا نفوت على البيت نجهز أمورنا بعدين نفتح محلنا. يلا يا الله شو انبسطت. رجع لنا المحل. والله طلعنا محظوظين يا بنات. يلا خلينا نروح على الشغل كتير تأخرنا. ايه لك في شغلة مو فهمانتها، ليش ما عطاني شوكولا لإلي؟ لأنه أنت غليظة ومو محبوبة. لك عم أمزح بتجنني، ما في منك، بعطيكي من الشوكولا تبعي الشقفة. ما بدي بس من بعدي. يلا لازم روح. بكير لسه. ايه بس بدي بدل تيابي وبعدين اطلع على الشركة، عندي شغل كتير. طبعا بعد ما اخدتوا الشغل مني ما رح يضل عندك وقت تقعد معي. ألين لمعلوماتك انا مليت كتير من هالموضوع. لانك ما بتعرف لوين ممكن يوصل طموحي بتعصب، بس اخوك بيعرف هالشي منيح لانه هو طموح مثلي. مع الاسف انت مو طموح. ايه مزبوط مع الاسف. فهمت. كنا مبسوطين وما أحلانا، ليش على طول بتحاولي تضايقيني؟ أنت ما بتعرف ليش، مو هيك؟ أخوك مبارح عمل حملة واستخدم البنت اللي بتشتغل معك ومن دون علمك كمان. طيب يا ترى شو هالحملة هي؟ معقول ما عندك فضول؟ ما عندي بنوب، أنت عندك بكفي. إيه عندي مزبوط. شو اللي عمله أخوك لأخذ مني هالشغل؟ هاد اللي بدي أعرفه. اسمعي، إذا أنا اليوم جبت لك الشغل إلك ممكن ترتاحي وقتها؟ طبعاً وبشكرك كمان. منيح. ألين أنا بالفترة الأخيرة عم حس إني مجرد وسيلة لتوصلي لطموحك أكثر من إني حبيب، وهذا الشيء ما بيناسبني بنوب. أميري ألين انتبهي لما بتحكي عني أو عن أخي، من اليوم
تمام؟ الزمي حدك. يلا جاوبني جيجي، ليه مسكوا ايدين بعض؟ رح جاوبك بس شوي، استني لحظة علي لو سمحتي، بعدين أنا مو حابب أسلوب النميمة تبعكم، وقفوا لي يا بقى حاجة. خلصنا جاوبنا. خلصنا يا صبايا، روقونا. جام بيك ورهام ما في بيناتهم علاقة حب بنوب. ريهام أنا رح أنزل لتحت وأنتي أوعك تعملي شي بدون ما تفكري، عم تفهمي؟ ليش ما بتكوني مثلي؟ دوري على الجاسوس، اعملي أي شغلة مفيدة، اتفقنا؟ اتفقنا، بشرب شاي. ريهام لا تخبصي لو سمحتي. طيب فهمنا. يا جماعة ليش ما عم تصدقوني؟ مستحيل يعني كيف؟ لا عم قلكن ما في حب بيناتهم، بتقلولي كيف ما في حب؟ طيب فهموني شو بدي أقول لحتى تفهموا إنه ما في حب؟ فهموا اللي صار مبارح هو علاقة مدير مع موظفة عنده، ما في شي زيادة. لا مستحيل في شي. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ أنا منيحة، وحضرتك؟ أنا منيح. خلص لو سمحتوا هلأ امشوا من هون رجاء. خلونا نمشي. أنت بتعرف لحظة فيكن تسألوني كمان، طلع عندي شوية وقت وفيني جاوبكن. بلشوا أسئلة لو سمحتوا، يمكن يكون في شي نسيته. يلا رجعوا اسألوا. يعني ليش لا يمسك إيد موظفة عنده؟ سؤال منطقي مزبوط. فيني أشرب معك؟ طبعا تفضل. ممكن نحكي شوي بمكتبي؟ إيه ممكن، ما في مشكلة. مثل ما قلت لكم يا جماعة، يلا صار لازم روح. بالإذن تمشي على المكتب. إيه سكروا منيح. هيك بحب. خير دارين؟ جان نحن لازم نحكي. ريهام اتركينا لو سمحتي. ماشي. بعد ما اختفيتوا مبارح حكينا مع فابري واخذنا الشغل منه بصعوبة طبعا، وهلأ كل حملات نوفي فيوري صاروا إلنا. أنا ما بدي هالحملات الغيها. كيف؟ ما فهمت. لأنك مبارح اختفيت نحن. دارين ما تعذبي حالك بالشرح، ما بيهمني الزلمة، ما عجبني يعني، ما ارتحت له، فهمتي؟ مو متحمس للشغل معه. بس أنا مو مصدقة اللي عم اسمعه بنوب. جان مليون دولار قيمة الحملة يلي أخذناها، وفيها رح نصير أكبر وكالة إعلانية بتركيا. شو عم تقول؟ دارين خلصنا، مو مشكلة، خلص ما بدنا فابري، بنشتغل مع غيره. جان بيك، جان بيك فابري بيك على الخط وعم يقول إنه هو رح يوصل لهون. لا يعذب حاله يجي لعندي، قولي له ما يجي أبدا. جان ريهام هي سبب كل هالشي ما هيك؟ أنا ما عم أفهم بنوب، يعني موظفة عادية مثلها ليش لا توقف مع فابري بيك؟ شو إلها شغل؟ هي ما دخلها دارين، لا تجني، شو دخلها هي؟ جان مستقبل وكالتنا هي متعلق بشغلنا مع فابري بيك، منفتح أفرع جديدة للوكالة والموظفين المميزين منرقيهم وبيصيروا مدراء للأفرع الجديدة. أنت بتعرف عنادك هاد قديش رح يضر الموظفين ويدمر أحلامهم بالترقية؟ أنا مستغربة من تصرفك، وإذا عرف أبوك واثقة أنه رح يزعل. طيب مصلحة الموظفين أهم، معك حق. جان بيك فابري بيك وصل ومصر يشوفك. ماشي خليه يفوت. لا مو هلأ، استنى. جان لازم تشوف جيجي وتحكي معه قبل ما تشوف فابري. لوريس حاولي تلهي فابري شوي. روقي بس خليني اشرب شفة شاي. ماشي بس بسرعة. لازم يكون فيهم إبداع أكتر، وبعدين أنت بالعادة شغلك مو هيك. جيجي. نعم. لو سمحت تعال عندي. جيجي تعال تهرب، لازم تخبره باللي عملته مبارح. يلا ما معنا وقت. شوفي شو اللي عم يصير معكم، قول جيجي. بعتذر، انجبرت مبارح اني كذب لحتى ناخد الشغل. قلت للسيد فابري انه انت وريهام بتحبوا بعض كتير، وانك غرت عليها منه، ولهيك اخذتها وطلعتوا من الحفلة. يلا بالاذن. شو هالاهبال؟ اي حب هادو؟ يلا بحضركم يا جماعة، انا تقلعت من الشغل، رح اشتقلكم. شو جن؟ جيجي جان بيك لحظة. جان بيك. جان بيك مرحبا. مرحبا. فيني اكل من وقتك لو سمحت؟ ايه طبعا، انا مكتبي هوني، تفضل لجوا. اوكي تمام. ولك انا ما قلت لك لهي شوي، ليش جبتي فورا لهون؟ كيف بدي لهي؟ ما قدرت. رح تضلي غبيه. ها جاهزين يا جماعه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف
شي حلو كتير. لحظة وقف شوي، كأنه هالطرف نازل لتحت أكثر من الثاني. أي طرف؟ هذا الطرف شو مو مبين؟ لك وين؟ الجهة اليسار شبك؟ لك أسهم بالميلي جوزي، كتير زابطين شبك. وقفوا لألكم، بعد لي شوي. ها ها، شفتي؟ قلتلك هالطرف نازل أكثر من هداك بميلي واحد. بحلف لك إنه بهالحارة ما في عقلي غيري. يا عيب الشوم عليكي يا وهيبة، طلبتي مساعدتي وإجي، إذا ما بدك بمشي فوراً ما مشكلة. الله يسامحك، معلوم بدي إياكي وشكراً إلك، بس شوفي الناس على باب محلك، هاد باب رزق ما بصير تتأخري عن النسوان، بيكونوا ناطرينك بدهم يعملوا شعرهم. إيه خلص رح أروح ماشي، ومبروك عليكم. الله يبارك بعمرك. الله معك، يلا بنرجعكم بعد شوي. باي ناطرينك. والله بياخذ العقد. وهيبة يلا تعي. إيه؟ أوه وأخيراً. نشكر الله. ألف حمد وشكر، بس لو أني ما جنيت ووزعت البضاعة على أهل الحارة رح نبلش بهدول الغراض. بس إحسان المحتال ما جاب بضاعة بالمرة، لا تؤاخذني نهاد، أنا بعتذر. مو مهم وهيبة، المهم ما تزعلي، نتعاون أنا وياكي ومنعبي بضاعة مثل الأول، حتى أكثر كمان. بس أنا اللي وزعت بضاعة المحل وأنا اللي رح جيبها، استناني. لحظة وهيبة، لوين رايحة؟ يا الله دخيلك. لوريس، جيجي لوين راح؟ شو الموضوع؟ اليوم الأكشن كله برعايتك أنت يا حلوة. جيجي مبارح ألف عليكم قصة. علينا؟ ليش؟ نحن مين؟ لسه ما سمعتي شي بنو؟ طبعاً، لأنه أنت ضليتي مع جانبك طول الليل، ما في بالشركة غير سيرتكم أنت وياه، لأنه سحبك من إيدك وما رديته على حدا. لا، وأنتي مخطوبة على أساس، وجان بيك في عنده بولي. جان بيك عنده مين؟ حبيبته، ما بتعرفيها؟ حبيبته قلتي؟ أنتي متأكدة؟ طبعاً متأكدة، كل الموظفين بيعرفوا هالشي، وهنن صار لهم مع بعض سنين طويلة. هي عايشة برا البلد مو هون، وإجت على حفلة ذكرى التأسيس. تخيلي قديش بتحبه، إجت ليلة واحدة لتشوف جان بيك وترجع. أنتي وقتها ما شفتيها؟ لا ما شفته. وكمان خطيبك المجهول ما شفناه لهلا، بس لو شفتيها لبولين خانو، عزيز بيك بحبها كتير، بده من جان بيك يتزوجها بأسرع وقت. شوفي لوين رايحة، خلينا نكمل حكي. انت عندي اهم، انت والموظفين اهم من الاتفاق كله، يعني كلكم مهمين. استغلك واستغل الجمعيه واستغلنا. بتشوف يا جان ديفيد، البنات مو كلهم بينلعب معهم. خالي وهيبة، ليش بتفوتي هيك على السكت؟ بس بتعرفي انه طلعتي معي بالصورة وطلعت حلوة كتير. ليك على هالحكي، ليك شو احمل جرس بايدي وانا ماشية؟ اسمعي لقلك، انت مو بتدربي وما بعرف شو بيسموكي؟ ايه انا كوتش مزبوط، ايه يعني كوتش، بس ما بدرب كل شي بالدنيا. ما بيهم، المهم بدي حل مشكلتي فورا. مو هيك شغلتي انا، يعني شوفي مطلوب مني اني دلكن على الطريق الصح، يعني الحل لازم يكون جواتك خالته. الله الله يا جيهان، هالحركات علي؟ يعني اذا الموضوع بيتعلق بخالته وهيبه رح نلاقي له حل. المهم ما تزعلي، رح اقوم اعمل قهوه وبتحكي لي عن مشكلتك. ما بدي قهوه، ما عندي وقت. اسمعي، مو هداك النصاب رجعنا المحل؟ ايه بس المحل ما في بضاعه، وزعتها على الجيران بوقتها وهلا ما في شي بنوب. ها طبعا محتاجه مصاري مشان ترجعيها. اي خلص مو مشكله، مندبر مصاري. كيف بدك تدبري يا خالتي وهيبه؟ مثل ما بتعرفي جيهان على طول عندها حلول لكل شيء. خطرت على بالي فكره هلا. الو مو زوينا؟ استنى ما تمشي، جايه فورا. خالي وهيبه خلصنا، ارتاحي لو سمحتي، قلت لك اتركي هالموضوع علي، رح جيب الشنطه وارجع.
دخيلك يا ربي شو هالمخلوقة هي؟ لك فهميني شو بدك تعملي؟ شوفوا لألكن أنا حابب أجمع كل الوكالات اللي بدي أشتغل معهم بمكيم تحفيزي واحد، لأنه نانا رح نكون كلنا سوا من اليوم ورايح فريق واحد قوي، ولازم يجي على المكيم موظفين الشركة كلها مع أزواجهم كمان، ممكن؟ آه حلو كتير ممتاز، وأنا بخبر الكل بهالشي. حلو، يعني جان بيك أنا هو بتأسف كمان مرة بالنسبة لغلطي، ما تواكزني ممكن؟ خلص ولا يهمك، بعتذر عن ردة فعلي كمان. كيف قلقتك فيها هلأ؟ إن شاء الله ما في مشاكل. لا بنوب، رائعة رائعة. ممتاز. متأكد ريهام هانم بتكون متضايقة مني هلأ لأنه حطيتها بموقف مهرج مع كتيبة، اسمح لي إنه أعتذر منها. آه رح أتصل، أنا ما معي رقم ريهام، رح أتصل بلوريس. ألو؟ لوريس، ريهام جنبك شي؟ ريهام، ها ليك لقيتها، خليكي معي. بعتيها فوراً على مكتب جانبيك. جانبيك بده ياكي بمكتبه. ما بدي روح. ما بدها تروح. ما بدها تجي لهون؟ مين ما بدها ريهام؟ ليكي قولي لها الموضوع مستعجل. قال الموضوع مستعجل. ما رح روح. ما بدها تروح. قولي لها هذا آخر تنبيه لإلها. قال هذا آخر تنبيه. أعطيني هالموبايل، أعطيني لإلك. أعطيني الموبايل شوي. ألو ريهام لو سمحتي تعالي شوي. لا مو جاي. إذا أنت ما بتجي أنا رح روح لعندك. أهلا وسهلا فيك، تفضل لشوف. خطيبة جانبيك مدللة كتير. إيه بس حلوة وبيلبق لها. هوب مجانين مثل الإيطاليين. إيه مزبوط، بالعادة وكالتنا بتكون هادية ونظامية كتير عن جد، بس يعني ليش اليوم صار هيك ما بعرف أبدا. وين أنت؟ وين واقفة؟ وين بدي كون برأيك؟ إذا أنا موظفة خدمة وين بدي كون مثلا؟ ليكي صبري بلش يخلص. ها لا عم تحكي جد؟ والله خوفتني، إيدي عم يرجفوا من الرعبة. شو رح تعمل؟ رح تقلعني من الشغل؟ أنا متعودة على التقليع، مو مشكلة أساسا، حتى إذا بدك بستقيل مو فارقة حاجة، خلصنا بقى بكفي هيك. شو عم يصير معك؟ قليلي أنت منيحة؟ إيه شكرا. وأنت؟ وأنا منيح. مسكي تعي. جانبيك، جانبيك شو عم تساوي؟ تعي. جانبيك شوف، ماسك لإيدها. جانبيك لو سمحت وقف شوي. شو بيصير لك فجأة؟ ما عم بفهمك. كل الوقت عم فكر وعم حاول بس ما عم بفهمك ابدا. ليش عم تتصرفي معي بهذا الاسلوب؟ ليش عصبتي؟ بشو غلطت بحقك؟ عم تسأل؟ كل شي فيك غلط، يعني ما بتعرف انه كلك غلط؟ كل شي فيني غلط؟ كلني غلط هيك طلع معي؟ طبعا كل شي متعلق فيك غلط بغلط. متأكدة انه هالكلام علي؟ يعني ندمتي لانه رحتي معي على الكوخ مبارح؟ ما لا انا ما ندمت، بس تعشينا مع بعض ما غلطنا. معناتها مو عرفانه شو عم تحكي. أنا ما عم بقدر صدق حرف من اللي بتقولي، لأنه شوي بتحكي هيك وشوي هيك، ما عم بفهم عليك نهائيا. هالخاتم مثل سترة الإنقاذ، بتلبسيه مشان ما تغرقي. كيف يعني عيد؟ قلت إنه خاتمك مثل سترة الإنقاذ، بتلبسيه مشان ينقذك من المواقف المحرجة. أنا صار لازم أفهم أنت مخطوبة ولا لا؟ جانبيك معلوم مخطوبة، ليكو محبسي. شفته؟ شفته طبعا، هو غني هالقد وبيخليكي تشتغلي بالخدمة. برافو برافو برافو، أنا بهنيكم من قلبي. ما رح أزعجكم أكثر من هيك، بس اليوم المساء أعزمكم على العشاء، ممكن؟ أنا ما عندي مشكلة. وأنتي ريهام؟ عشاء؟ ممكن، طبعاً ممكن. تمام، حلو، حلو كتير، فرحت. مضطر أمشي، ألف مبروك. كلك ذوق، شكراً. ليش عزمنا هلأ؟ عشو عم يبارك لنا؟ شو اللي صار؟ عم يبارك لنا بالخطبة، عزمنا مشان نحتفل بخطبتنا معه. ليش؟ انت خطبتني؟ ها؟ بس انا مخطوبة اصلا. ايه خلصينا بقى، مين خطيبك؟ عثمان. عثمان؟ ايه خطيبي اسمه عثمان. عثمان؟ جيهان أنا بعجبك وقت الجد، إحسان المحتال لما شاف الشر بعيوني رجع لهم المحل، أنا مظفر مو حي الله. إيه والله عن جد أنت بنشد الظهر فيك موزة. بس
أنا خايف إنه بعد هالعذاب كله يا جيهان خطتنا ما تزبط. لك لا ما تخاف بنوب، أنت وساق فيني وبس. أوف، أي يلا إن شاء الله. أعطيني كاسة من عندك. يعني مزبوط مثل ما فهمت؟ أنت اللي قلت لفابري بيك بعد الحفلة ريهام وجان بيحبوا بعضهم، ما هيك؟ قلت له بيحبوا بعض كتير ومرتبطين كمان، هذا اللي طلع معي بوقتها لناخد الشغل، شو أعمل؟ ما كان في قدامي غير هالكذبة هي. كتير منيح، فوتي حالك بأمور مالك فيها بنوب، برافو. بس ما فهمت أنا شو ذنبي بهالموضوع هاد؟ جيجي. اللي أنت جنيت شي؟ عقلك وين تركته وقت كذبت هي الكذبة؟ أنا المسا مجبورة أعمل حالي خطيبته لجان بيك قدام فابري على العشاء. لك حاجة تبالغي ريهام، شو خربت الدنيا هي ليلة واحدة؟ أساساً وين رح تشوفيه لفابري؟ بكرة بينسى الموضوع وبتخلصي. لك لوريس، فتت لهون على الشركة موظفة خدمة مو أكتر، لشو تدخلوني بمشاكلكم؟ جننتوني. الكل يركز معي، يلا يا جماعة قربوا. الكل صار هون؟ ايه جان بيك. في عندي خبر حلو للكل، بكره ما حدا يجي على الدوام. شو حلو هالخبر؟ لك ريهام، الكل تقلعوا بسببي. لا روق، اكيد مو هيك. ايه؟ لانه بدل الدوام رح نروح على المخيم التحفيزي. ما بحب التخييم. اجا المخيم بالوقت المناسب، كلنا بحاجه للتحفيز. لازم كل الموظفين يشاركوا فيه. شركة نوفي فيوري هي اللي رح تنظم المخيم، بس ما رح يكون في حدا من موظفين شركتهم موجود معنا، رح نكون بس نحنا وموظفين الوكالات يلي رح نشتغل معه. جيجي لازم تروح قبل الكل، فابري حاطت اسمك مع منظمين المخيم ولهيك لازم تسبقنا مشان التنظيم. اهدأ عادي، استرخي، هدي حالك، خلص اهدأ. ألين رح تكون موجودة بالمخيم كوكالة مساعدة، هي معلومة إضافية. بدي تناموا منيح اليوم لأنه هالمخيم هاد رح يكون من أهم خطوات الوكالة. خلونا نورجي باقي الوكالات مين منكون نحن. طبعاً أيوة، بالمناسبة الخاطب أو المتزوج يجيب شريكه معه، بس لازم نخبرهم على العدد، ولهيك اللي معه شريك يرفع إيده. لوريس سجلي لي العدد. أي ماشي، فرجوني اليدين. سجلي ولا تنسي ولا حدا. ولا يهمك. ريهام رح تجيبي خطيبة؟ رح أجيبه. لوريس اكتبي عثمان اسم خطيبي. طيب هي عثمان. أي خطيب هاد؟ حاجة يا مجنونة. مكتر مخيم التحفيزي اللي منظمته نوفي فيوري، وطبعاً نحن الوكالة اللي أخذت أصغر شغل. الوكالات الكبيرة مثل جان ديفيت وفريقه رح يخلونا ما نبين، بس المهم ما تنسوا، حتى لو كنا وكالة صغيرة رح نكون فريق كتير قوي وناجح. ولهيك بهالمخيم التحفيزي بدي تدمروهم. شو قصدك بدك ندمرهم ألين خانم؟ يعني مو بتكون بالعادة المخيمات التحفيزية للتسلاية؟ حسب شو اللي بتشوفه أنت من التحفيز حلمي، لازم تكونوا مفتحين عيونكم، لاقوا نقاط ضعف وكالة الفكرة الرائعة. حتى بأصغر الألعاب لازم نكون نحن الرابحين. بكرة الساعة 6 الصبح رح نروح، فيكن ترجعوا على البيت. حلمي أنت خليك شوي، بدي إياك لسه بصراحة. وأنا كنت حابب ضل ألين خانم. طبعاً مثل ما بتأمري. أهلين، تعال. هاي جبت لك الصور تبع الحملة مطبوعين. إيه هات. مثل العادي أبدعت، تصويرك بجنة.
عن جد مو معقول شو طالع حلو الشغل وحتى الطباعة. والبنت حلوة. هي البنت حلوة. ايه. شوف طالع وشها مليان بالتعابير وطبيعية. ايه. شو صار بالبوسترات؟ بكرة رح يجهزوا. اه ونسيت خبرك، قال بدهم يعطوك جائزة. عن جد؟ جائزة شو؟ اتصلت أسماء خانم من الجمعية، كثير ناس لما عرفوا إنك أنت عامل الحملة تبرعوا للجمعية وإجاهم دعم مادي مو طبيعي. إذا الحملة لسه ما طلعت، على شو هنن عم يتبرعوا؟ يا جان اسمك بكفي، ما قدروا يستنوا، جان دي في تساعد هالجمعية بحملتهم، فخلص القصة متهية. قول يلا أكتر. شو صار لك؟ أنا شفت حالك علي. إيه بيطلع لك. أنا مبسوط مشان الجمعية. صحيح، والجائزة رح تقدم لك إياها جمعية المعلنين الدولية مشان مساهمتك. مثل العادة روح أنت استلمها عني. يا الله مليت وأنا عم آخذ جوائز عنك يا زلمة. قلت هيك لأنك بتحب هذا الجو. آخر الأسبوع ماني هون، لهيك أنت اهتم بكل شيء. تمام تمام خلاص ما يهمك. وحش. أنت مطمئن. ايه مطمئن. يلا لازم روح بشوفك. شوفك. أوكي سلام. لوريس ريهام وينها؟ نزلت على غرفة الأرشيف. تمام شكراً لك. عن جد أنا حاسة بالفضول، يعني أنت شلون رح تقنعي عثمان يروح معك على المخيم ويمثل دور خطيبك؟ افتحي ملف الإبداع. هلأ بيفتح. ايه تمام، بدي فكر بشي حل. بقنعه مانا قصة. يا ريت تقولي فكرت مرة واحدة، مو تقولي بدي فكر. تمام فكري وبعدين تصرفي شي مرة، بس مرة. خلص ليلى، قلتلك رح أقنعه. تعالي اقنعي معي، بتعرفي إنه بيحبك وبيسمع منك. لا مستحيل، أنتي فوتي حالك بهالمشكلة ورح تطالعي حالك منها. فهمنا. لا تنسي شغلة مهمة، كل اللي بالشركة بيعرفوا إني مخطوبة، إذا انكشفت رح يفضحوني ورح يفضحوكي معي. بقى فكري منيح. شو كلمة السر؟ شو بدي أكتب؟ شو بيعرفني بكلمة السر تبعك؟ بس أنا ما في عندي كلمة سر. ريهام جانبيك عطى كلمة سر للكل، ما عطاكي لإلي؟ لا والله ما عطاني، أعطيني كلمة السر تبعك. معقول أعطيك الكلمة تبعي بلا جنان؟ هي شغلة شخصية، احكي معه لجانبيك واسألي عن كلمتك. ماني حابة أحكي معه، حتى مو طايق أشوفه. ريهام أنا رح روح، بجي الساعة 7 المساء بأخذك مشان العشاء مع السيد فابري. بشوفك ريهام، عن إذنك عندي شغل. أوكي. لا أنا بروح لحالي، ما في داعي. لوين؟ لوين رايحين؟ الساعة 7 بجي باخدك. هاي كلمة السر، شوف هيك المساء. أكيد بولين كلمة السر، أكيد. ما أغلظك، والله لجننك. ما تواخذينا يا خانو، رجعنا اشترينا وما في بضاعة، الأسبوع الجاي بتلاقي كل شيء. ايه ولا يهمك. شرفتي، الله معك. أهلي. مع السلامة. مع السلامة. وهيبة، إذا سكرنا المحل ورحنا على البيت مو أحسن؟ ما في بضاعة جوا وعم نرجع يلي عم يجوا لعنا. لا روق، جيهان جاي وأكيد بتكون لقيت حل بعد ما حكيتها بالموضوع. لا تزعلي مني وهيبة، بس بصراحة صرت عم حسها لهالجيهان مجنونة والله. مو مجنونة، هالبنت عفريتة رح تلاقي حل، هلأ بتشوف. استنى استنى استنى. ايه وبعدين شو الحل يلي رح تلاقيه؟ يعني رح تسحب قرض من البنك وتجيب لنا اياه؟ انت ليش صاير نقاق؟ يا الله منك. تفضلوا اهلا عليك. تفضلوا تفضلوا يا جماعه، كلكم وقفوا قدام البقاليه. ايه الحق معك، لا غلطانه، هالبنت أيوة. عن جد مجنونه فعلا. قربي لي لقدام لو سمحتي، خلينا نوقف بالدور بعد اذنك. تمام ورا بعض يا جماعه. جوجو تعالي. ايه طيب قربي لو سمحتي. قلت لك ما عندنا بضاعة بالمحل، بتقومي بتجيبي لي؟ كل هالعالم من وين بدنا نبيعهم هلا؟ مرت عمي وهيبة، جيهان عملت لك خطة بتجنن، صدقيني رح تعجبك كثير. يا ابني وهيبة فهميني، شو اللي عم يصير؟ هلا شو حنساوي؟ عمي يا اهلين وسهلين، شرفتونا. يا عمي نهاد، يا خالتي وهيبة، بنعرف ما عندكم بضاعة، بس مثلا خالي أمينة قررت تجي تدفع شوي من الديون يلي عليها. مزبوط، سألنا 100 شخص من الحارة هون والكل موافقين يسددوا شوي من الدين تبعهم يلي مسجل عندك على الدفتر. هدول اللي فيني ادفعهم واللي بيبقى لآخر الشهر. والله هذا اللي بقدر ادفع لك اياه. شكرا لك. ان شاء الله ما بتأخر بالباقي. هذا اللي بقدر ادفعه هلا. استغفر الله. وهي هدول من هلا. شو رايكم نفوت لجوا مشان نشطب كل شيء عم تدفعوا لي؟ تفضل. يلا يا بنت. تفضل حبيبتي. شكرا والله طلعتي معنك قليلة،
شو خالة مبسوطة؟ ذكي أنا، يسلموا بنتي. وموزو كتير ساعدني بهالقصة. شكراً كتير إلك ابني مظفر. لا، أستغفر الله، لا تشكريني، ما عملنا شيء. هاي البقالية للكل، بالنهاية نحن ما فينا بلاها. برأيي هي الصورة مو كتير قوية، خلينا نغيرها ماشي؟ أوكي. دارين خانم، دخلت المعلومات اللي قلتي عنا على السيستم، خلصت وبدي أطلع إذا بتسمحي لي. إيه طبعاً بسمح لك. ليش حتى ما أسمح لك؟ ما أنتي عندك موعد عشاء مهم مع مدير الوكالة جان بيك ومدير نوفي فيوري السيد فابري. ريهام، برأيك هي المعادلة مو كتير كبيرة على صبية متوصفة هون من كم يوم؟ شو قصدك باللي عم تقولي؟ عم قول يا ريهام إنك بتحبي للمدير وما بتتخيلي قديش واضحة هالفكرة بالنسبة لإلي، بس أنا مو حابة أظلم أو أتهم حدا أبداً. ماشي، أنتي ذكية، بس أصحك تفكري إنك حتسبقيني بذكائك وإلا رح ندمك. عيوني عليكي ريهام. افتحي عيونك، المدير طلبني لعندي. أمير بيك، دارين خانم ممكن تقلعني ولا هالشي بإيدك وبإيد أخوك؟ خير، شو صاير معك كمان؟ ولا شي. حضرتك ليش طلبتني؟ شفتي شي صور الحملة يلي جان صورك ياهن؟ لا ما شفتن أبداً، جان بيك قال لي ممنوع. إيه تمام، جان طلع من الشركة، روحي بسرعة صوري لي صور الحملة وبعتي لي ياهن. تمام؟ ليش أنت ما بتاخدهن مكتبه جنبك؟ إذا شافوني عم دور بغراض أخي رح ألفت الانتباه هيك. يا أمير بيك، بس جان بيك أخوك أنت، أما أنا موظفة خدمة بالشركة ورح ألفت انتباهها أكتر إذا شافوني عم دور بمكتب جانبي. بعدين اطلع، الحيطان إزاز. قد ما اعترضت رح تقلي روحي نفسي ما؟ ماشي، فيني أمرق من هذا الباب بيكون أحسن. تفضلي. ريهام، انتي شو عم تعملي هون؟ مانك شايفة اني عم نظف له مكتبه للمدير تبعي؟ تفضل، هاي ملف الحملة. ريهام ما قلت لك جيب الملف لعندي، قلت لك صوري وبعتي لي. أمير بيك، جان بيك قال لي ممنوع حدا يشوف الصور، فما بصير أنا أشوفهم. جبت ملف الحملة، صور أنت الصور، أنا ما بدي أشوف شي. ريهام عن جد أنت غريبة كتير. يلا دايرة وشي. فيكي ترجعي. خليه وراي. فيني ارجع امرق من هذا الباب؟ امرقي. عثمان انا رح روح، يلا بشوفك. الله معك. يا الله، مو معقول، اوف مليت.
كيفك حبيب قلبي؟ لا ما بدي. لك شبك جنيت من أول. لسه ما حكينا شيء. مستحيل. لا لا، صرت حافظ كل حركاتكم، وكل مرة بتعملوا هالحركة بتجيني مصيبة من وراكم. مستحيل أرجع أغلط هالمرة. شو عادي؟ سمعت شو رح نقول لك؟ أعطينا لحظة. بس ما بدي. الله معكم حبيباتي. يلا يا حلوين. اهدى دقيقة. ما أحلاكم أنتوا تنتين. يلا لبرا لبرا. خلص يلا. بس جيهان قالت لي إنه أنا رح تنعس معنا شوي إذا سمحت. والمحل إلي كمان عم يشتغل. شو عم تسلى؟ أخي قلبه طيب. أنا ما بدي. ماني موافق. ليكم عم أحكي بطريقة حلوة وواضحة. ما بدي أسمعكم. مرحبا عثمان. لا عن جد لا. طيب لأنكم جبتوا ليلى قلوا لي شو بدكم هالمرة؟ بدي اقتل حدا؟ قلوا لي رح اقتل شي حدا؟ لا مو لهالدرجة. لا مستحيل. لك عثمان وقف شوي. عثمان حاول تفهمني. يا الله دخلك. مستحيل. لحظة يحل الموضوع. ما بدي. ما بدي. القصة فيها حياة أو موت عثمان. فهموني أنتوا مجانيشي؟ عن جد فهموني شو صاير لعقلكم؟ بدك روح ومثل اني خطيبك بالمخيم، بس هذا التصرف انا ما بيناسبني. رح يقلعوني، كل الشركه بيعرفوا انه انا مخطوبه. عثمان اذا قلعوها من الشغل حتى انا بيقلعوني. اخي حبيبي اللي وين المشكله؟ بس هاليوم بتسكر المحل، اعتبره يوم عطله الك. ليش قلتي عثمان انت الثانيه؟ نسيتي الاسماء كله؟ هالاسم هو اول اسم خطر لي. منيح اللي قلته ما قلت زبرجد مثلا. ما رح تعمل اي شيء بالمخيم، بس بدي اياك تتصرف على انك خطيبي. الموضوع مانه صعب. ريهام انت بالنسبة لي مثل اختي، كيف بدك يعني مثل اني خطيبك؟ اسمعي هالموضوع كتير سخيف، ما فيني ما بدي. لا تخاف انا رح ساعدك، نحن في عنا مدير اسمه جامبيك، مو معقول شو سيء، انت بس رح تتعرف عليه. انا عثمان، وبعدين ما بتحكي، بس هيك، والباقي انا بحله. لا يا عثمان، ليك انا رح كون موجودة كمان ورح ساعدك. ما رح يصير شيء، اطمن. يلا قبال. مشاني. اتفقنا. تمام رح روح. بس لك يسلم لي الفهمان. شو تحبي عليك عثمان؟ يا نمر. يوم واحد واحد ماشي؟ وبتجيبوا لي اكل هلا، بستاهل. ايه طبعا طبعا. كنت بعمل لك اكل، ما بجيب لك من برا، بس عندي عشاء مع جامبيك. حتتعشي مع الشخص اللي بتكرهي؟ ايه، وبدي مثل دور خطيبته كمان. كيف؟ اخي عادي، بعدين انا بخبرك قصص وتفاصيل صغيره ما يهمك، بس المهم انك تمثل دور الشاب الغني، لانه خاتم الخطبه هالقد الماسته. وبدك سيارة كمان. والله جد كمان. شو بدكم لسه؟ نساوي سلطة. ليلى بتعرف تعمل سلطة بتاخذ العالم. يلا يلا ليك احنا عارف في طلبات. فوتي اخوكي معيني سلطة بتجنن. نساوي يا حامضة. امي انا رجعت على البيت، بس بدي ارجع اطلع مضطرة لانه في مشوار بلا طعمة. عن جد مو معقول. انت يا ربي رحمتك من الضحك. شوفي مو معقول مو معقول. لك عم تبكي من الضحك. لك خلصنا رهيبه والله، من كثر الضحك رح تجيني جلطه. وبعدين شو بعدين؟ بوقت ضليت كذا ساعه حاكي بالانجليزي والزلمه ما عم يفهم، صرت حاكي فرنسي ايطالي اسباني، ما عم يفهم علي ابنه. بالاخير طلع تركي. الزلمه طلع تركي لك وهيبه. خلص مشان الله ما عاد فيني اتحمل. لك طلعت تركي عن جد مو معقول. اهلا وسهلا، وصلت بكير فقعدنا ندردش ونضحك. اهلا وسهلا يا بنتي، قال عندك عشاء عمل كثير حلو هالحكي، انا كثير مبسوط. ما عاد فيني خلص. وانا كمان. ايه طيب والثاني من وين طلع؟ والله ما عرفت وما سالته، لاني ما عاد عرفت باي لغه انا لازم احكي معه. مو مصدق. ما عم يطلع معي حكي ابدا. ايه ايه كل من هي رح تعجبك. انو هي؟ شكلها طيبة. عجبتك؟ الله يسلم ايديكي. لا من بقالي. عن جد؟ ايه حبيتها. نحكي معه ونقنعه. والله مصدق. خلص خلص عثمان بتزبط. تمام. ردوا لوشك شوي. مزفر. مرحبا. لك وينكم يا جماعة؟ قلتوا لي اجتماع عاجل، قمت اجيت فورا، والله انكسر ظهري وانا قاعد ناطر على اعصابي من ساعتين، خفت يكون صاير شيء لريهام ومخبينه عني. صاير له شيء؟ طول بالك شو صار له؟ يا الله منك مو زول، بنت ما فيها شيء، روح راحت تتعشى. راحت تتعشى؟ ليلى ريهام مع مين راحت تتعشى؟ اصلا كيف بتروح لحالها بهيك وقت؟ يعني بيصير هالحكي؟
شبك تروح مع مين ما بدها انت؟ ليش كل هالقد اكل هم الموضوع؟ معقول هالكلام؟ معقول؟ ايه معقول وما في مشكله. انت هلا اقعد، نحن جايين نحكي معك غير قصه. جيب كرسي. عفوا لازمني الكرسي، بدي اخذه. يلا عدوا يلا. ليش تاخرتوا؟ لعبتوني. اسمع لقلك. جراتسي. انا حابب ارفع هذا الكاس ونشرب هاي المره بصحتكم، لانه مستاهيل بهاي الايام يلتقى هوب كبير مثل اللي عايشينه مع بعض. ريهام هانم، شو ما رح تشربي؟ لا 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 تصب، لا المشروب ما بيناسبها بنوب. شو الموضوع؟ في كتير شغلات ما بتناسبني هالفترة. طمنيني حبيبتي مبسوطة؟ بدك اطلب لك سوفت درينك؟ أكيد حياتي كتير مبسوطة. ايه ممتاز، طمنتيني. المهم تكوني مبسوطة. كنت حابب أسألكم عن شي بس ما سهل لي من قبل. يعني وين تقرفتوا أبعض؟ بباريس. قيصري؟ ما فهمت. باريس قيصري كراب من بعض؟ قيصري بتركيا هون. يعني قيصري. تذكرت، مزبوط صح. انا اللي نسيت اول شيء تعرفنا بقيصري. فعلا. حبيبتي حابه انت تحكي القصه كيف تعرفنا هني؟ كانك ما عم تساعدني بنوب يا حياتي. لانك اشطر مني بهي الامور ريهام. ايه بحكي. يومتها كنت بقيصري قاعدة بمطعم مانتي وعم آكل. بالا بقيصري ومانتي؟ شي كتير مفاجئ. وفجأة جان بيك فات على المطعم وكالعادة بشخصيته الكتير قوية. لك مالة كتير رومانسية. اسمعها. اي حبيبتي كملي. وبعدين ما ضل في مانتي. مطعم مانتي وما ضل عنده مانتي. والله دنيا غريبة عجيبة. المهم وبعدين جان فات على المطعم وقال أنا جوعان كتير وبدي أكل مانتي. قام صاحب المطعم اعتذر وقال له ما ضل عندي مانتي. اتطلع هيك وعصب وقال بدي أكل مانتي وهلأ بدك تعمل لي. دائما عنيد. مستحيل يقتنع، ما كان رح ينام ليلتها مستحيل. قد ما كان جوعان زعلت عليه، كان بائس رح يبكي. هي قصدها ميزيرابلي. ميزيرابلي مزبوط مزبوط ميزيرابلي. فطعمته من المانتي تبعي لسد له جوعه. لأنه هذا جاني. جان مع ملكية بالإيطالي بتنحط فاصلة فوق أبوستروفو. جان جاني ملكية. جان تبقى. تبقى. شو رومانسيين؟ عن جد رومانسيين. واللقاء بباريس. شو رأيك تحكي لهم أنت الحكاية؟ طيب أكيد رح أحكي. رحت على باريس مشان شغل. مهووس شغل. جان مهووس شغل. بليلتها قررت اطلع اتمشى. انا بحب اتمشى هنيك بالليل. ومطر، نزلت المطر فجأة هني بباريس. المطر مو معقول لما ينزل. باريس مطرها مشهور. وقتها مرقت من قدام السينما. بتابع افلام كتير. واضح بيحب الفن، هذا الشيء حلو كتير. طبعا. قام فتت وانا ناطر لاخذ التذكرة. قربت شوي كان في بنت قدامي وشميت ريحة وقتها بتجنن روعة. يعني بكل حياتي ما شميت مثلها. طبعا كان في عتمة ودايرة وشها فما شفته، بس ما قدرت بعيد عنها. وبعدين التفتت لفتة صغيرة عم طلعت ريهام. ريهام. بهديك اللحظة استجمعت قوتي كلها ولمست كتفها بكل هدوء. قلت لها تذكرتيني من هديك المرة بقيصري؟ ايه بقيصري. انا من هديك اللحظة مدمن عليها وعلى ريحتها مثل ما شايفين. شي رائع، كأنه مشهد بفيلم. ساهاكيك حكاية هبن بتجنن. بتشكركن لأنكن شاركتونا بحكايتكن. معناتها هلا نشرب من قيصري لإيفل. على فكره بحب التوم مع اللبن والمانتي مع الخبز بياكله. مزبوط، وحتى بغمس. ايه لهالدرجه كثير بحبه. ايه شخصيتك حلوه جنبي. تسلم. والله لما يكون الواحد قاعد لحاله عم يفكر بتخطر له افكار كثير بتخوف. مظفر ليك الكل بخير وريهام كثير منيحه. نحن اجينا لنحكي بشغله ثانيه. شغلة تانية؟ خير؟ في شي؟ ليك أنا
شبيك؟ في شغلة محتاجة. شو هي؟ اسمع لي قلك. سيارة. أنا محتاج سيارة. وأنا احتجت للسيارة من 5 أيام، كان بدي جيب دواء بس بتقول في أزمة تكاسي عنا بالحارة. مو معقول بيكون عنا شغل ما منلاقي سيارة لحتى نروح، كيف ندبر حالنا؟ شو نساوي؟ موزو شو هالحكي؟ يا الله منك، مو امبارح فرجيتني السيارة تبعك؟ سيارة المدللة. لا شبك، شو مشان إنه حكينا بقصة السيارة شو نسيتي؟ هي السيارة من قبل مرحوم ومحطوطة بالكراج ذكرى، أمي عم تدير بال عليها برموش عيونها، كل يوم بتغسلها بالمبيض وما بتسمح لي أقرب عليها أبداً. اسمع مظفر، الوضع جدي وضروري. قصة حب فهم علي، بعدين مين غيرك أنت بيفهم بقصص الحب والوجع تبعك؟ ضربتني على الوتر الحساس عثمان، أنت هلأ عم تحكي عن أكتر شي بعرفه، ما فيك تلاقي بني آدم بيفهم بالحب أكتر مني، صدقني. بس أمي رح تجن والله، لك ما بتعرفوها. لك يا الله فهم موزو، ما في داعي أمك تعرف بالموضوع أصلا. لك هلأ أمك بتقوم بالليل وبتغسل السيارة شي؟ ايه؟ مستحيل تقوم، رح ناخد السيارة وما رح تعرف بالقصة ومنرجعها. لك يا جيهان، هي أمي وبعرفها، ما فيني خاطر أبدا. يا جماعة هالموضوع عن جد مستحيل، مستحيل يزبط. ايه خلص موزو طيب، تمام تمام، اعتبرنا ما طلبنا. عثمان كله ولا زهله، منلاقي حل خلص. خلص ما يهمك عثمان، منسأل حدا تاني، عندي رفقات إلا ما حدا منهم يساعدنا ومندبر السيارة، ما تزعل. منوقف سيارة من الطريق؟ لا جيهان لا، هذا تخبيص. شو عم تحكي أنت؟ ما بقبل تورطوا حالكن، والسبب بالحب ما منوقف سيارات، هذا خط أحمر عندي. خلص منظبط القصة كرمال الحب والعشق. لحظة، يوم واحد وبترجع السيارة، بعطيكم إياها بس بشرط ترجعوها نظيفة وجديدة لمكانها مثل ما أخذتوها ومثل ما قلنا يوم. يا عيني عليك، يسلم لي القلب كبير، عرفت ليش منحبك؟ طبعاً، قصة حب، هالكلمة بتخليني أعمل يلي مستحيل ينعمل، لأنه القصة لما تتعلق بالحب فما عاد في حدود. وعزم الكل على شاي. شو هاللفتة الحلوة؟ أنا بدي إياها خفيف. تكرم عينك. أوف المنتزه مليان عالم، بيطلعوا شي 50 شخص، كأني تحمست زيادة ما. نزلني هون بكمل مشي على حارتي. هون؟ تمام. ريهام؟ تصبح خير جنبك. أخذتي كل شي ما ريهام؟ أخذت، كأنه رح نقعد هنيك 20 يوم. غراضك ما كفوا بقلب شنطايتك، رحتي عبيتي لي شنطايتي بغراضك. اطلعي أنا غراضي أخذين بس هالقد من الشنطة، بس هالقد. إيه خلص بقى والله سرعتيني. تسرعي بلد. ليش مو حاطة خاتم الخطبة تبعي؟ يي مزبوط، مشان ما تشوفه أمي، لسه كل شوي بشلحه وبلبسه، مليت من هالقصة. حطيه فورا، لازم يشوفه. تمام. لا تفضحيني بالمخيم ماشي؟ وليش لا أفضحك؟ بس حبيت ذكرك. ألو ميسون، صباح الخير حبيبتي. ما تواخذيني عم بتصل فيكي من بكير. ليكي في عندي خبر إلك ما راح تصدقي. معقول خبرك بلا ما تيجي لعندي؟ يلا ناطرتك تعالي. حلو المكان كتير. حلو معك حق، بس أنا حاملة عقلية الشغل وجاي فيها لهون. ريهام جاسوسة لألين حينمسك، حطيته براسي وبدي ألقطه. هذا واحد منا وما منعرف مين بيكون، بس ما رح يقدر يهرب مني هالمرة. تمام الله يوفقك. بس وينو عثمان لهلأ ما أجا؟ لك قديشو حباب، سكر المحل وما رح يشتغل اليوم مشان يطلع هالمشوار مشانك. عن جد مو عارفه انا شلون متحملتك ومتحملة كل هالمشاكل اللي بتورطيني فيها معك من نحن وصغار. بكفي سكري على السيرة بلا ما حدا يسمعك. أهلا وسهلا، تفضلوا. شرفتونا. ماشي يا أصدقائي، اليوم بالمخيم في الوكالات الأربعة اللي بتتعامل مع نوفي فيوري،
شو رح نعمل بالمخيم؟ رح يكون في عنا ورشات بالإضافة لألعاب ونشاطات مختلفة كمان. وطبعاً أنا جيجي مسؤول المخيم ومكتوبة ليك. اللي بيحب بيقدر يقرب ويقرأ ويشوف بعينه أنه أنا الشخص المسؤول. شو الهدف من المخيم؟ الهدف أنه نكون صداقات جديدة وحلوة بيناتنا. وبيصير في ذكريات حلوة. إجا الشيطان. رح تتسلوا كتير معنا. مسؤول المخيم جيجي شطور. ما تمدي ايدك لك ليكو على هالاشكال العمى على هالمناظر. شو هاد يا لطيف ما اغلظكن العمى. جيجي تسمح لي بسؤال صغير؟ ليش فريق هالوكاله ما وقفوا مثلنا وسمعوا كلامك وتوجيهاتك؟ والله يا دارين خانم هنن احرار، انا واقف هون ما بدهم يسمعوا يصطفلوا، ما يجوا بعدين يقولوا لي ما قلت لنا وما خبرتنا، انا عم احكي المفروض يوقفوا مثل الكل. وانا معك. المهم يا جماعه، اللي رح نساويه فوتوا هلا على غرفكم، واول نشاط عنا رح يبدا بعد ساعه، الكل يلبسوا الزي تبع الوكاله منشان ما يصير لخبطه بين الوكالات، ما بدي اي حدا يزعجني. كثير بحبكم. شو قوية هالمرة، شفتيها شلون اطلعي؟ والله خوفتني كتير. معك حق، هي وحدة كتير وقعة. يا بنات، بتوقع القصة واضحة. نحن هلأ مالنا جايين على مخيم تحفيز، نحن جينا لهون مشان نحارب أليم. انتو موافقين على هالحرب يا بنات؟ موافقة. موافقة. ريهام حطي إيدك. ايه حطيها يلا. موافقة؟ ديبتك. يلا لشوف. الفكرة رائعة. اتفقنا لكان. خلي هالوكالات المزيفة يشوفوا نحن مين منكون. والله حاسة حالي ببرامج أطفال، كبروا شوية. وهي الفرق تبعنا وصلوا، زقفوا لهم. الفريق الاحمر هون والفريق الاسود هون. اهلين. يا ريت ما تغشي أليم، لانك انت مشهوره بالغش. ما بيطلع لك تحكي. هلا المهم ما نخالف القواعد. ارجعي شوي. طبعا اللعبه كثير سهله، الفكره انه كل فريق رح يسحب الحبل لجهته شوي من هون وشوي من هنيك، بتقدموا وبترجعوا، الفريق اللي بيتجاوز هذا الخط او حدا منه بيوقع بيخسر. ثلاثة، اثنين، واحد، بلشوا. شدوا يا بنات، شدوا. يلا شدوا. ايه برافو يا شبايا، برافو. يلا شدوا. اللي على الطرف كثير مهمين يا اصدقائي، ركزوا. يا بنات شدوا اكثر. يلا ريهام شدوا. يلا عم دور على عثمان، لك وينه ما اجى؟ لك شدي الحبل وقت عثمان. يا جماعه التشجيع كثير مهم، سمعونا زقفة للفريقين. عظيم. يلا الفريق الأسود شدوا أكثر، برافو. يلا كمان شدوا أكثر. لك ريهام شو بكي، رح تخسرينه. يلا إيه. الفريقين عم يتنافسوا بقوة، اوعكم حدا يقرب. أنا شرحت لكم من قبل شو هي القوانين. استسلمي دارين، استسلمي نصيحة، شدوا أكثر. يلا حلوة سيارتك، موديل 55 4000 سيسي وقوية. شو خبير بالسيارات؟ فيني اشوفها شوي؟ تفضل. على فكرة كتير نظيفة، كانت واقفة بالكراج لفترة طويلة. بعرف انه انتجوا هالموديل لسنة واحدة وبعدين وقفوا. اي صح. ما شاء الله حلوة وداير بالك عليها. شكرا لك. اخذت من وقتك جاي على المخيم؟ ايه. اي ايجنسي؟ ما عندي فكرة والله.
معناتها جاية مع حبيبتك. ما بدي اياها تزعل، مع انه مالي مرأة كثير. فهمت عليك. ديروا بالكم. شو هاللعبة ما رح تخلص ابدا؟ وين عثمان لهلا ما اجا؟ لا تخليني سبك انت وعثمان، لك شدي الحبل يلا. انا بهمني يجي عثمان قبل ما جان بيك يجي لهون وبعرفهم على بعض بطريقتي. يا الله منك، انا نبهته لعثمان امبارح ما يحكي مع حدا هون ابدا، بيقول مرحبا بس لما يشوف جان بيك. منيح اللي قلتي له لعثمان لانه كثير حساس الموضوع. ايه ايوه يلا يا جمهور. ايوه بدنا تشجيع وحماس اكثر من هيك. يلا كمان يلا المباراة حماسية، شجعوا يا جمهور، كثير اساسية لهيك لازم تحمسوها. شو هالحظ اخيرا؟ برافو انا ربحت. صار لك شيء؟ جان بيك؟ ليلى؟ عثمان؟ عثمان؟ عثمان حبيبي اهلا وسهلا. عثمان عثمان ايه جان بيك، بعرفك على خطيبي عثمان. هذا خطيب عثمان. جان بيك هو المدير. جان عثمان حياتي، ممكن تجي معي على الغرفه لانه في موضوع كثير مهم لو سمحت. طبعا. وانا نسيت غرض بالغرفه، رح روح على السريع جيبه وارجع فورا. رح يطلع حلو موزه، والله دهاننا بجنن، يعني رح يطلع اخو الجديد بصراحه. والله هي فكرة حلوة وعجبتني، صار عنا محل جديد ونظيف عن جد شي بجنن، بس ما حددنا مجال الشغل، مين رح يقرر وشو رح نقرر؟ ما فكرنا بهي، مو هيك؟ مو نحن رح نقرر، الكون رح يقرر. بعدين بيبعت لي إشارة إلي وبخبرك شو قال لي، بس يعني فكر شوي، المكان مو كتير كبير فالمجالات رح تكون محدودة هون. بس الأوراق بالبلدية كلهم باسمي أنا، فقولي للكون يبعت لي الإشارة لإلي، لأنه محلي. بالله مظفر. أهلين أمي، شو أخبارك؟ نشكر الله. كيفك أنت؟ منيح كتير، كيف رح كون؟ ليكنا نظفنا المحل وعم ندهنه أنا وجيهان، نشكر الله ونحمده. ما شاء الله. مظفر في شي بدي أقول لك يا، شو رأيك تقعد شوي حبيبي لأحكي لك؟ خير أمي؟ ما في داعي لهي المقدمات بيناتنا، شو صاير؟ كأن رح تقلي بقي لك شهرين ورح تموت بعيد الشر عني. بسم الله على قلبك حبيبي، شو هذا الحكي؟ بس بدي اياك تضل هديان بعد اللي رح تسمعه ماشي؟ يا امي انا اصلا بطبعي هادي، حتى لو بدي ما فيني اتوتر، ايه؟ يا عمري ريهام. بعرف هي جارتنا، شو القصة؟ ريهام انخطبت يا ابني. لا ما انخطبت، مو معقول. صح دائما بتصيبني بسهامة بس مستحيل تنخطب لغيري، مو معقول امي. ما بتعرفيها قديش بتعمل حركات، اكيد عامله شي قصه بس ما بتكون انخطبت، انا بعرفها ما بتعملها. ميرفت شافتها اليوم لابسه خاتم الخطبه وعم تخبي الخاتم عن امها لانه الخطبه سريه، فهم بقى يا ابني؟ كيف يعني خطبه سريه وعم تخبي علي؟ راح تنخطبت لواحد غيري؟ انخطبت لواحد ثاني وانا ما بعرف لمين انخطبت هالبنت؟ لك خلص وقفوا شوي، شبك خالي ميسون، معقول تصدقي هيك قصه؟ بالله بعرف قصتها، صار عندها مشكله بالشغل واضطرت تقول انها مخطوبه، ما في لا خطبه ولا شي، روقونا. انت بالذات ما رح صدقك، انت رفيقتها المقربه واكيد رح تدافعي عنها، حاتصل فيها. هلا بتشوف. ها خطها مسكر، والله هالبنت معناتها جد انخطبت، وهي طلع موبايلها مسكر معناتها انخطبت. جيهان خلينا نروح. لوين بدنا نروح موزو؟ على مخيم التحفيز. طول بالك، روق المخيم برا المدينه وما في سياره، كيف حنروح؟ يعني بدك نروح بالباص لهنيك؟ اذا اضطريت بروح بالتلفريك وبالباصات وبكل وسائل النقل وما راح ادن هلا لانه اسمائهم كثيره، بروح على الاحصنه، بروح على البغال، ما بيهمني، يلا الحقيني. طقوا فيوزاته، على البغال بده يروح. يا رب على المصيبه.
دخيلك يا ربي عثمان، نحن ما قلنا لك لا تحكي ابدا مع جان بيك. ليش لا تحكي انت وياه وتفوت معه؟ حكى معي وما كنت بعرف مين هو. اوعك عثمان، لا تقرب عليه ولا تحكي معه، لانه اذا سالك بتجاوبه. لا تقرب على حدا بالمخيم لانك ما بتعرف تكذب. خليك بحالك، انت هون خطيبي، ركز معي. ايه تمام تمام. في فعالية للمرتبطين والأزواج، رح أسجل أسماءنا فيها لحتى يقتنعوا. حلوة الفكرة يا ريهام. ليلى أنت ما رح تجي معنا؟ لا عثمان، أنتوا عم تمثلوا دور الخطيبين، شو نسيان؟ يعني مرتبطين أنا ما فيني أجي. تمام فهمت. إيه منيح، لكن رايحة على الريسبشن، سجل أسماءنا وبحكي معك مشان نلتقي، شو اتفقنا؟ اتفقنا، بس هي غرفتي أنا؟ إيه غرفتك، أنت خليك هون ونحن رح نكون موجودين بالغرفة اللي جنبك. أي طيب. عثمان عن جد شكراً كتير إلك، صدقني ما كان إلنا حدا غيرك لحتى يساعدنا بهالقصة. عن جد أنت بتجنني. تكرم عيونك. بشوفك. نعم حكمة بيك. مرحبا أمير بيك، لا تواخذني عم ازعجك باتصالي. بس في شي ضروري اقول لك اياه، خفت يصير غلط ما نكون حاسبين حسابه. شو صاير؟ الفكره الين خانهم اجت لعندي. وبالغلط انا خبرتها عن الخاتم اللي اشتريته من عندي، وهي اصرت تشوفه، فاضطريت فرجيها صورته. يعني بتمنى ما اكون نزعت لك المفاجاه. فهمت عليك تمام، مو مشكله، صار اللي صار، الله معك. شو عم تسال الاستقبال عن غرفه مع جاكوزي؟ لو في ما راح اصير. حلوة الفكرة، ليش الكذب؟ مستحيل تتغير. دوقها هي شو طيبة. أمير بيك، جان بيك، فريق كرة القدم تبع وكالتنا في نقص، لازم أنتوا تلعبوا بالفريق بعد إذنكم. يعني هون الأستاذ مانو فاضي، بده يستمتع وياخد غرفة مع جاكوزي. طبعا أمير بيك دائما بيحب يستمتع. أنا كتير شوبت، بدي أطلع على غرفتي. نحن ما منلعب مع هواة جيجي، نحن منلعب مع محترفين لننبسط بالفوز، غير هيك ما بيعجبنا، صح أمير؟ طبعاً ما بدنا. ليكو أطفال الفكرة الرائعة، فاكرين رح يفوزوا علينا. شو عم يقول هاد؟ جيجي كأنه قالوا عنا أطفال، مزبوط اللي سمعته ولا لا؟ إيه مبلا، قالوا ليكو أطفال الفكرة الرائعة، مفكرين حالهم رح يفوزوا علينا بالمباراة. ريهام، أنا رايحة على درس اليوغا، بدك تجي؟ لا مو حابة، بدي روح مع خطيبي عثمان لنشارك بفعالية الأزواج، حابين نلعبها مع بعض ونتسلى. يا حبيبتي ما أحلاكم، والله أنت محظوظة، خطيبك شخصية ها؟ إيه بس أنا زعلانة على جان بيك لأنه جاي لحاله على المخيم. بولين خانم وينها؟ بولين خانم ما عندها وقت لحتى تجي على هيك مخيم، لأنه عندها كتير شغلات بدها تساويها، بالنهاية هي ناجحة كتير. بس إذا ما تشاركنا مع اللي منحبوا النشاطات مثل هي حلوة كتير، العلاقة شو طعمتها؟ إيه صح. البعد بيعمل حساسية بالعلاقة وبيبلش التعطيس. عثمان ما بيتركني أبداً، لازق فيني على طول. عثمان؟ يلا يا شباب فضوا فيه. يلا عثمان. حلوة عثمان. عثمان 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 عثمان. يا ربي عم تشوفي اللي أنا عم شوفه لوريس؟ إيه شايفة. هيك وقت كرة القدم كل الرجال بصيروا كائنات حية وحيدة الخلية وما بيحسوا، ببساطة ما عاد بيفكروا، ما بيضل في مخ. ليش هالحركة؟ خد أنت شوطة لحتى تحمي. عثمان عثمان. ريهام شو صار؟ مانك شايفة؟ عم يتقرب كتير من جان بيك، هلأ بيحكي له كل شي، لازم نمنعه، ساوي شي ليلى. كيف بدك يعني امنعه؟ شو بدي أعمل لك ريهام؟ شو يعني بدك يعني اسحبه من الملعب؟ عثمان حلو كتير، برافو عليكم. على
أعطوني الطابة. رح تبدأ المباراة ورح أرمي الطابة بالهواء. لازم تعملي شي بلا ما يبقى لي ببطنه. ما عاد فيني، شو بدك يعني سوي هلا؟ أي شي. لا. أيوة. حلو. بسيطة يا شباب. يا الله، لوين؟ حلو، يلا لعبوا لعبوا. ايه؟ برافو برافو. لك شو عم تساوي انتي؟ شو عم تساوي؟ لحظة، أنا عم وقف هاي المباراة. وقفوها لحظة. عثمان يلا تبديل، لازم نروح أنا وياك. تعال معي عثمان، بدنا نروح. شو القصة؟ شو؟ لبرا. عثمان يلا اطلع، يلا تبديل اضطراري. أوت. كرة القدم تبعك مو أهم من اللعبة تبعي. يلا عثمان. يلا قول للكل باي باي، في عنا لعبتنا. شباب شوفي حياتي. يلا شو القصة؟ راحوا على فعالية المرتبطين. ألين جنيتي، بركي حدا شافك وانت فايتة على غرفتي. ايه جنيت، لأنه ما عم ترد على التليفون، فهمني ليش هيك عم تساوي. طلعي بلا ما يشوفوك. ما رح روح قبل ما نحكي، الموضوع ضروري. فهمت لوين بدك توصلي. خدي صور حملة أخي بهذا الموبايل، تقدري تشوفيهم على مهلك. أمير بلا حكي فاضي، لا تكون مفكر إني إجيت لهون مشان هالقصة، الموضوع كله مانو ببالي. لكن شو ببالك؟ أنت يا أميري ما عم تعبرني بنوب، قلي لشو هاد الأسلوب؟ ألين حنحكي بس بغير وقت، أنا فايت اتدوش ماشي؟ طيب وأنا رح روح معناته. وهلأ يا جماعة، نحن وصلنا لآخر لعبة اليوم ببرنامجنا. قبل شوي كانت الأمور متوترة، وبصراحة أنا تضايقت من بعض التصرفات. بتمنى تكبروا عقلكم وما تعملوا مثل الأولاد، اتفقنا؟ نحن جايين مع شباب وصبايا مو أطفال. لكن معقول هيك تضربوا بعض بمضارب التنس بقلب اللعبة؟ قليل الترباية، مو أنت، هو بيعرف حاله كثير منيح. أمير بيك، أنا ما عم أحكي عن فريقنا طبعاً، عم أحكي عن البقية. عادي. طيب جان هون نحن، كملوا من دوني. تمام. نحن رح نكمل، وهلأ بآخر لعبة رح نلعبها اليوم بطلب من ريهام الفكرة الرائعة تتفضل لعندي، ومن غير وكالة ألين خانم. أوكي تمام، تفضلوا لعندي. مو أنا جيجي بترجاك، ما بدي. شبكي أمي، لا تخجلي، خلص أمي. تفضلوا، رح نربط لكم عيونكم. أكيد أنتوا عندكم فكرة عن هاي اللعبة، ما هيك؟ كل متسابقة رح نحط قدامها ست أشخاص، ثلاث أشخاص من وكالتها وثلاثة من الوكالات الثانية. يلا يا جماعة، بدي ستة يجوا لعندي لهون لكل متسابقة. يلا بسرعة لشوف. يلا يلا لساتكن قاعدين؟ قوموا. هاي هي آخر لعبة رح نلعبها بهالمخيم. المتسابقات التنتين لازم يعرفوا رفقاتهم عن طريق اللمس بس ومن دون حكي، هيك هي اللعبة. المتسابقة اللي بتعرف أكبر عدد منهم بتفوز باللعبة. يلا
جان بيك بتمنى من الموجودين ما يفتحوا تمهم أنا... ولا حرب لو سمحت ما تخجلني. طيب طيب جاي. ولما ببلشوا المتسابقات بدي هدوء كامل لو سمحتوا. هلا رح نبلش باللعبه. ليش عم تضحكوا؟ في شيء بيضحك؟ التزموا بالهدوء، بلشوا. شباك لا زبودة. عثمان. عثمان برافو. عثمان مضبوط 1-0. محمد. محمد 1-1. حبيبتي ليلى اختي. مضبوط اختك ليلى 2-1. هي نوال. نوال مضبوط 2-2. ما عرفته. ما عرفتي؟ ما عرفته. خلينا ننتقل على اللي بعده. جربي تعرفي الثاني. دارين الوحيدة في ما شافه راسه. مضبوط لو سمحتي بدون تعليقات. 3-2 لفريق ألين خانو. إحسان شو؟ لا تقولي الاسم إلا إذا متأكدة. لا تحمسيني على الفاضي. أوكي ما تزعلي. اللي بعده خلونا نكمل. علي. برافو علي مضبوط علي. لوريس. برافو صح لوريس. رفيف. رفيف اسمك رفيف مضبوط. يلا ريهام. ما عرفته. كمان ما عرفته. طيب ريهام. أمير. صح أمير. أمير بيك مظبوط. ألف مبروك لألين خانم هي اللي فازت. مبروك. شو هالحركات؟ قلت لكم ما بدي أحس إني عم لاعب أولاد صغار. لو سمحتوا ارجعوا على أماكنكم. شكرا لكم. ومبروك إليك. اسمعوا يا جماعة، بعد الأكل رح نجتمع هون لأنه في حفلة، اتفقنا؟ ريهام انت منيحة؟ اي امير بيك. اه لو تعرف هالخاتم قديش عم يعمل لي قلق. ما حدا شافه ما هيك؟ خلص ما عاد تلبسي بنوم. ما بعرف مين شافه ومين ما شافه امير بيك. مجبورة ضل عم البسه واشلحه. لا تنسى كل اللي هون بيعرفوا اني مخطوبة. حتى مو بس اللي هون، انا مصدقة انه عندي خطيب. ولشو جبتي هالشب معك؟ قال اللي في عنده شريك خليه يجي. الكل بيعرفوا انه انا مخطوبه، ما بدي حدا يشك فيني. فهمت. طيب لو سمحتي هاتي الخاتم والا رح تصير قصه. ايه وجان بيك شو بدي اقول له هلا؟ هو شو دخله بالخاتم؟ ما بعرف، بس جان بيك عم يسالني عنه كل ما بيشوفني شالحته. فهمت. طيب معناتها انا رح اخده هلا وقدام اخي بعطيك اياه. ايه من الاول خده. والله حمله كان ثقيل علي. يلا بالمطعم بشوفك. حلمي انت بالمكتب؟
طيب رح ابعث لك هلا صور بدك تعمل لي فيهم حمله جديده، وبتذكر انه كان في عندك رفيق هاكر ما هيك؟ موجود؟ قل له انه لازم يفتح موقع على الانترنت ينزل عليه الصور هي، وبدي يعمل انه تاريخ الحمله من قبل سنه. اللعب بالتاريخ حدا ممكن يكشفه؟ لتعمل هالشي قد ايه بدك وقت؟ طيب اذا هيك مو مشكله، ساوي اللي قلت لك عليه وانتظر اتصالي. رح تشوف يا امير ديفيد، بدي ندمك على خيانتي بتشوف. كانه الهواء النظيف كثير اثر فيني، شو صار لي ما بعرف، رح موت من النعاس اختي. ممكن والله. اذا بتحبي بعت الاكل فورا نمشي. لا مو حلوه. جان جاي لهون. صحة وهنا. انت منيحة؟ ايه بس هالجو بيعمل لي حساسية، بقصد غبار الطلع يعني، وخصوصي البولين. طيب انا جاي شوف البولين بعينها بتجي. بالإذن منكم. لك لوين رايحة؟ شوي وبرجع بس لحظة. أمير بيك جيجي. أمير بيك يلا. أمير بيك أمير بيك، هالموضوع بخليني أتوتر، أصلاً كل شيء بيتعلق فيها بيوترني. يعني مثلاً من شوي صدفت هديك اللي اسمها ألي بالطريق، تفاجأت وخفت وصرخت بوشها بأعلى صوتي. عم تستوعب قديش بتوتر منها؟ صرخت بوشها بدون سبب، يعني بالنهاية مانو حلو بحقي هالتصرف، لأنه أنا بكون مسؤول التنظيم هون بالمخيم ومو حلوة مني أعمل هيك. صحة وعوافي بالإذن. على قلبك ريهام. أنا رح أزبط الكرسي بطريقي. شو عم يصير معك؟ شو بريا؟ ليش رحتي لهنيك؟ اسكت. قديش حلو إنه زبطت معنا، أخيراً أنا وياك لوحدنا وعلى نفس الطاولة كمان. أنت مو منتبه إنه قلنا فترة طويلة ما قعدنا مع بعض وحكينا سوا؟ نحن كل يوم بالشركة سوا، شلون يعني ما عم نقعد مع بعض؟ لا أنا مو هيك قصدي جان، مثلاً هلأ أكيد ما رح نحكي بالشغل، هيك كان قصدي. لكن عن شو؟ منحكي بكتير أمور. ايه قلي شو صار؟ عم نعلق اللوحات الإعلانية بكل مكان، ما شفتن قديش طالعين حلوين؟ أكيد حلوين، مو شغلي أنا؟ لا عم بقلبك شو مغرور يا جان. يلا خلاص روح روح. عثمان عثمان فهم علي، لك بوس إيدك تصرف مثل شب معه خطيبته، احكي معه ليلى. الحق معه عثمان، نحن مو هيك اتفقنا، يعني لما شفت الأكل والشرب التهيت ونسيت شو مهمتك؟ ساعدها بقى. ايه لكن أنا ليش جايبته معي؟ الله يعينك يا أختي. أنتو جبتوني لهون غصبا عني. قلعونا معناته أنا وأنتي رح نتقلع. عثمان لازم تتصرف وكأنك خطيبي لو سمحت. لك شو صار لك؟ على الأقل حط إيدك على كتفي. ليلى لإمتى رح تستمري بهالنظام النباتي مطولة؟ رح يستمر كل العمر، لأنه النظام النباتي هو نظام حياة عثمان. لو سمحت لا تنق علي بقى. والله حيستمر. كيف يعني؟ طيب حاولي تغيري قرارك. انت شو جاي عبالك تاكل؟ حياتي جيجي خلصنا حاجة تبالغ شبك. ليك اجت جيجي ما تبالغ بالموضوع، ما فيها شيء، الكل مبسوطين بكفي. لك والله مو بايدي مو بايدي، شو ساوي؟ انت مانك مقدره حجم التوتر بين الوكالات، يعني منشكر الله انه انا موجود، والا كنا ما محققين هذا التوازن بنوب. بالاذن شوي وبرجع. ايه امير بيك يا ترى وين راح؟ ما بعرف، توتر اكيد، كل اللي هم متوترين اصلا، عم تفهمي؟ بعدين انت بتلقطي كل شيء على الطاير، شو صاير لك اليوم؟ ما بعرف ليش اليوم مشوشه، بس رح نفهم، انت هلا روق. يلا مثل ما بدك، تمام، بعمل دوش وبرجع فورا. مرحبا كيفكم؟ ان شاء الله مبسوطين. امير بيك اكيد نحن كثير مبسوطين، ما في اي شيء بيخلينا نتضايق، التنظيم كثير ظابط.
يلا عرفي على خطيبك. عثمان خطيبي، بعرفك. مرحبا، انا امير ديفي. شرفت فيك. شكرا كثير، سمعت عنك من ريهام. لازم اقول لك مبروك ريهام خانهم. شكرا لك. صحتين وهنا. على قلبك. كيف هيك ريهام فابري جاي لهون؟ عثمان يلا 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 قوم. روحوا روحوا. تعال تعال امشي معي يلا. دارين خانو، لك انت عن جد ما عاد استحيتي نهائيا ريهام. مانك نفعاني لشي، عن جد انا مليت منك. سوربريزا. لو سمحتوا لا تزعجوا حالكم، لانه انا ما راح اطول كثير، بدي امشي. شو عملتوا؟ صرتوا اصدقاء؟ ايه انا متاكد من هذا الشيء. راح ادور على كل الطاولات وحده وحده. تمام، عوافي للجميع. بالاول طاوله الاشياء، ان شاء الله مبسوطين. ايه كثير. الله يهنيكم. كلك ذوق، شكرا لك. جنبك. اهلا وسهلا ريهام. بعتذر بس ايدي عليها زيت، ما فيني سلم عليك. بغسل وبرجع دغري. تفضلي، هدي راحتك. جان فيك تبعد الكرسي شوي؟ شو هالمفاجأة الحلوة هاي فابري بيك؟ كيفك؟ تمام، أهلين. أهلين يا هلا. صحة وهنا. على قلبي. الخاتم الخاتم، هاتوا لحقني. صحة وهنا. على قلبي. لوريس أنا شوي وبرجع. ريهام شوفي، إجا فابري بيك وبدي تعطيني الخاتم. خدي. والله رح جن لأفهم شو قصة هالخاتم. بيشوفه فابري وبترجعي لي اياه دغري. تمام امير بيك، شو الموضوع؟ ممكن تفهمني؟ خدي الخاتم وهاتي الخاتم، وبعدين جان بيك فوق راسي وعيونه على الخاتم. وين الخاتم؟ مو موجود. انت واخوك رح تجننوني من ورا هذا الخاتم بقى. ريهام رجعي الخاتم باسرع وقت، ماشي؟ وبعدين فهمك ليش هيك عم اعمل، هذا وعد مني. لا بدك تفهمني هلا، وما بروح لحتى افهم. ريهام امير بيك انا لازم افهم. ما لازم تشوفه ألينا. ألين شو العلاقة بهي القصة؟ هي كانت خطيبتي، أنا أخذت منها الخاتم، وإذا شافته بإيدك وقتها رح تخرب الدنيا وتفضحنا. يعني معقول عاطيني الخاتم نفسه؟ ماني عم صدق. لك قلي شو هالموقف البشع والمحرج اللي حطيتني فيه أنت؟ ريهام الخاتم بتخليه معك، بس ألين ما لازم تشوفه أبدا، وبوعدك إني رح أشرح لك السبب. إيه بس ما عاد صدق اللي بتقوله. على أكبر بشكل عام حلوة. فهمت مع كل عليك. فهمت. جيت غسلت إيدي من الزيت، فيك تسلم علي. شكراً كتير. بدكم تسمحوا لي هلأ، لازم أحكي مع ألين هانم. ما تعذب حالك، أنا أجيت. ألين هانم تفضل. شكراً لك. اسكوزا، اتصال مهم، بعتذر منكم. حلو كتير، ما هيك؟ نحن مع بعض مثل أيام زمان. خلينا نتعرف بالأول، أنا اسمي ألين. ريهام، وبسلم باليسار. ولا يهمك. إذا بتريدي ألين، قد ما بتقدري خليكي بعيدة عنا. جان ما صح اللي بارك لك. أخبارك الحلوة بكل مكان. جان ديفيت قام بحملة لدعم جمعية المرأة، شركات دولية كبيرة تدعم حملة جان ديفيت. جان ديفيت يرشح لجوائز دولية مهمة، فهمني شو هالحملة هي؟ عندي فضول أعرف. ليش الجاسوس تبعك ما قلك؟ لا والله لسه. طيب بس يعرف بيقلك، وفيكي تستني لبكرة بتعرفي، لأنه اللوحات عم تتعلق. جاسوسك رح أعرفه عن قريب. بتوجع القلب. يعني شو رح يصير فيك وقت تعرف إنه جاسوسي قريب منك وإنت مانك منتبه إله؟ هذا طبعاً إذا كان موجود أصلاً. آسف طولت عليكم. ولا يهمك. شو رح علي؟ تعي معي لبرا عن إذنك شوي. أي؟ هم؟
ريهام، مانك مجبورة تكملي الكذبة. أنت مو مجبورة تمسكي إيدي وبلا شغل فابري كله. بس جان بيك ريهام شغله ما بيهمني، صدقيني. يعني كوني جنبي بس إذا أنت حابة تكوني، ما في داعي تمثلي. اللي انت شو بتحب، امشي ولا ضل؟